بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي والتحدي الأكبر. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. الأهلي ما زال يواصل التحدي ويواصل أيضا قهر كل الصعوبات. الحقيقة يعني واحدة من أصعب المباريات، لأنها مش بس مع فريق كبير مهما كانت حالته، أحد يعني كبار الكرة المصرية عبر تاريخها. مباراة ليها طعم دائما مع الأهلي والزمالك، إنما أيضا لأن ظروف الأهلي نفسها مختلفة جدا. صحيح. فبعد ما تقول لنا المحتوى ونتكلم شوية هنناقش التفاصيل. تفاصيل حلقة مهمة فيها سبعة عناوين، وما زال القفز على الحواجز مستمرا. من 32 سنة حدث ولم يحدث. ثرثرة على شاطئ السوشيال، ترند جوجل والمعنى الحقيقي للقطبين، العاطفة والمهنية والخيط الرفيع، الأساطير الحقيقية في الصلاة، وأخيرا وللأهمية تساؤلات على فاتورة كهرباء. سبع عناوين مهمة إن شاء الله نقدر نناقشهم مع حضراتكم كلهم وتستمتعوا بيهم، لكن الفوز الغالي والصعب النهاردة للأهلي على الإسماعيلي يدوب انتهى منه الفريق ودخل على طول في اجواء الاستعداد لمباراه الاثنين مع سيد البلد الاتحاد السكندري. يا باشمهندس، هشوف تخرج من الحدود للاسماعيلي للاتحاد وهو في افضل حالاته. فطبعا كلها تحديات صعبه، ودي الباقي الفرقه الثقيله يجب ان تجتاز الحواجز دي كلها. لكن من ضمن الحواجز والصعوبات النهارده حتى رامي ربيعه قلب الدفاع بيخرج مصاب، والدكتور خالد محمود بيقول ان التشخيص المبدئي له في اصابه في العضله الخلفيه خرج بيها من الشوط الثاني في انتظار حالته بكره وتحديد التشخيص الدقيق. لكن كمان فايلر بيحاول يطمئن على العائدين، اذا كان عمرو السوليه راجع من نزله برد او ياسر ابراهيم كمان قلب الدفاع لتجهيزهم لمباراه الاتحاد ان شاء الله. الراجل بيسأل الدكتور فايلر، بيسأل الدكتور عن حمدي ومحمد محمود بحيث يبقى عنده متابعة لكل اللعيبة في توقيتات عودتهم، لأنه العيادة رجعت فتحت أبوابها تاني. بص يا أستاذ إبراهيم، ما هنا بقعد برضو أفكر فبكتشف أن مؤكد الأهلي بيلاعب كل الفرق بمجهود مختلف. كل الفرق بتلعب مع الاهلي بجهد مضاعف. صحيح. والاهلي عشان يقدر يتجاوز هذه الفرق ايضا بيبذل جهد مضاعف. ايوه. مفيش ماتش يريح ماتش. فكل الناس، يعني انت لما تشوف اداء الكابتن رمضان صبحي، والله العظيم اللي بتقول امتى هيتعور. مجهود خارق. كابتن حسين الشحات، كل اللعيبه، مجدي قفشه، كل ثلاث ايام ماتش على طول. مش بس كل الثلاث، ما كل الفرقه بتلعب كل ثلاث ايام ماتش، بس انت ما عندكش طرف انك تهدي اللعب. ده جمهورك النهارده بيحاسبك لما تكسب 1-0 وما يشوفوش حاجه، ما يشوفوش ان في المباراه التكتيكيه ما تدورش على المتعه. طب امبارح كان البارسا وريال مدريد، المتعة تغيب في المباراة اللي فيها تكتيك وناس بتقفل وناس عايدة. صحيح. في فحص طبي رمضان صبحي بكرة إن شاء الله عشان يحدد البرنامج التأهيلي اللي هيخضع له لعلاجه من الإصابة اللي لحقت بيه واللي غاب عنها النهاردة، واللي غيابه قد يستمر من 4 إلى 6 أسابيع. في بيان بقى في حالات الإصابة، لأنه بقت إصابات مؤثرة، أنت بتتكلم في رمضان صبحي تمزق في العضلة الخلفية يحتاج 6 أسابيع،
حمدي فتحي قطع في الغضروف من شهر اكتوبر، فتره علاجه 5 شهور. محمد محمود قطع في الرباط الصليبي من شهر 9، فتره العلاج 9 شهور، الموسم صعب بالنسبه له. ياسر ابراهيم كان عنده اصابه في العضله الضامه، فتره العلاج 2 أسبوع ورجع يتمرن وبدا التاهيل. احمد فتحي اللي غاب النهارده عنده الام في الركبه بسبب كدمه في مباراه الحدود، هيشارك في المران ابتداء من بكره تدريجيا ان شاء الله. عمرو السولية غاب بنزله برد، لكن بكره هيدخل التمرين استعدادا لمباراه الاثنين ان شاء الله. مفيش راحه، دخل الفريق على طول في اجواء الاستعداد لسيد البلد يا باشمهندس. وهو ده بقى اهميه ان يكون عندك لعيبه متقاربه المستوى. بس مؤكد مهما كان عندك لعيبه متقاربه المستوى ان في حد ممكن من الناحيه الفرديه يعوض حد. لكن مؤكد على الناحيه الخططيه. لا، مش اللي خد واندمج وانسجم والناس بدات تعرف اداء بعض، التغيير ايضا بيكون مؤثر، ان التناغم ده مش هيبقى موجود في كل الماتشات. فاللي كانوا بيدوروا ان لما يغيب 5 لعيبه مثلا عن الفرقه النهارده مطالبين نادي بنفس الشكل التقليدي. انت النهارده كل ارقام المباراه في صالح النادي الاهلي. ايوه. اذا الفوز بجداره. وده هو اللي يهمنا. ايوه. هو ده التقييم. ايوه. فانا يعني الشباب اللي له وجهه نظر لازم نحترمها، لكن من فضلكم يعني مؤكد انتوا بتتعاملوا مع ناس اولا مركزه قوي، جهاز فني مركز جدا، جهاز اداري مركز جدا، لعيبه مركزه جدا، ومش عايزه غير الدعم. كتر الانتقاد، انت لما تقعد يا استاذ ابراهيم تديني مستني مني كلمه شكرا او ابتسامه، لكن لو لقيت على طول بتعاملني بنقد شيء ما يعني مش كويس ومحبط وملوش لازمه. 7 ماتشات ب21 بونت، مطلوب ايه تاني؟ يعني ب19 هدف كويس، بهدف واحد داخل فيك، هنقعد نتكلم على الدفاع ونتكلم على الهجوم؟ طيب، اتحاد الكوره النهارده بيعلن على انه بدا اجراءات الخطوات الاجرائيه في تطبيق الفار، وبيقول ان هو بدا مخاطبه بعض الشركات، مخاطبه الجهات الامنيه، مخاطبه الجهات المسؤوله في محاوله تدبير احتياجات تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد. وبيحدد كمان 3 يناير موعدا لتكريم المنتخب الاولمبي اللي فاز ببطوله افريقيا واللي تأهل لكأس العالم أو لدورة طوكيو الأولمبية. لكن ما لفت نظر النهاردة تحديدا من اتحاد الكرة، في قرارات صادرة من إدارة المسابقات بغرامات وعقوبات، وقرارات صادرة من لجنة الانضباط بقرارات وعقوبات تانية عن حالات تانية، عن مباريات تانية. هقول لك وانت قول لي ايه الفرق بين الاثنين. يعني لجنة إدارة المسابقات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية 50,000 جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة الجيش. طيب، يعني إذا أنت بتعاقب على عدم حضور المؤتمر الصحفي من قبل إدارة المسابقات، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10,000 جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض اعضاء الجهاز الفني والاداري لحكم مباراه فريقه امام حرس الحدود، ايقاف محمد عبد الله مدرب الانتاج الحربي مباراه واحده وغرامه 40,000 جنيه للطرد خلال مباراه فريقه مع طنطا، وايقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراه واحده للطرد لسابق انذاره خلال المباراه مع وادي دجله. اذا دي قرارات عقابيه من اداره المسابقات عن حالات حدثت في مباريات الدوري وفقا لتقارير المراقبين و مراقبي المباريات. بعد الظهر او بعدها بساعه قررت لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكره القدم ايقاف احمد فؤاد مدير الكره بنادي طليعة الجيش 3 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه لما بدر منه من سوء سلوك او سلوك غير رياضي وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراه مباراته مع الزمالك. اللجنة قررت إيقاف أحمد زاهر إداري الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال
نفس المباراة ووفقا لتقرير المراقب. إيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم نفسه وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة. وقررت لجنة الانضباط منع أحمد طلعت عبد الرازق ضحى المشرف على الكرة في نادي اتحاد نبروه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم 8 شهور وتغريمه 50,000 جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه مع شبان البداوي وفقا لما جاء في تقرير الحكام. طيب هنا انت عايز تقول في دوبليكيشن، في ازدواجيه. ممكن انا الملاحظه اللي ركزت فيها اتفضل استخلص منها الاتي. لجنه المسابقات كانت بتعاقب على جوانب اداريه، خروقات اداريه، ما سلمتنيش البطاقه، ما حضرتش المؤتمر، خدت انذار في انذار، خروقات اداريه، طرد مباشر. لكن الجوانب السلوكيه هتجد ان لجنه الانضباط كله لما بدر منه تجاه، لما بدر منه تجاه، لما بدر منه تجاه، لما بدر منه تجاه. اذا هي خروقات سلوكيه. فربما يكونوا هم اتفقوا يقسموها كده مع بعض. لكن الملاحظه اللي انا عايز اقولها هو احنا خلاص دفنا شكاوى النادي الاهلي اللي كان تقدم بها امام لجنه الانضباط. الانضباط والاخلاق. ما هي لجنه الانضباط بتعمل وبتعمل وبتطلع ماتش بماتش. ده بتعاقب على ماتشات في نبروه. الاهلي بعيد. وماله بصرف النظر. لا بعيده يعني انت معني. لا جالهم شكوى. العمل. لا انت مش معني، معني باللي يجي لك. جالي نبروه احكم في نبروه. طيب عملت ايه انت بقى في شكاوى الاهلي؟ يا ليك حق يا ملوش حق. ما هو بص يا استاذ ابراهيم. ايوه. احنا عايشين نفس الديلمة. وكل ما نتكلم يقول لك اذا كنت عايز تظبط الاداء اللوائح غير اللوائح. لا مش تغيير اللوائح، طبق اللوائح. ايوه طبق اللوائح بالظبط بشكل حاد ودقيق وفوري وعادل ومسطره واحده. يعني يا ريت حتى الاسماء تتشال عشان يبقى يعني حصل التصرف ده عقوبته ايه كذا، خلصت. كله يشعر ان هو هيحاسب. لكن اللي شاعر ان هو ربما لا يحاسب، طب هتردعه ازاي؟ مش هتردعه ابدا. طب واللي بيتظلم على طول ده هتطلب منه الصمت ازاي؟ مش هينفع الكلام. فلذلك يعني لحد دلوقتي انا مش شايف، يعني أنا كنت في الأول بقول تعالوا نساند، تعالوا نعمل، لكن أنا ماناش شايف مؤشرات. حتى اللوائح اللي كنا بنحيي بيها اللجنة التي تدير وبنقول زي بعضه على الأقل ما تعدلش وما تغيرش، ها؟ لأنها مش ملزمة. أيوه. يعني هي بتسير أعمال، مش جاية تدير ملفات. أيوه. فنية. أيوه. فنفاجأ بتسريبات وكانها بالونات اختبار ان هيحصل تعديل في النظام. وده هنجي لها في فقرتها اذا كانت عندك فقره يعني نتكلم فيها دلوقتي. عندنا فقره مهمه، تساؤلات على فاتوره كهرباء. ما دمنا في اتحاد الكوره وما دمنا بنتكلم في مجلس اداره الاتحاد، عمل الاتحاد، اليه العمل، لجان الاتحاد، الضوابط اللي الاتحاد عايز يعملها، هناك تساؤلات مشروعه على فاتوره كهرباء، فاتوره انتقال كهرباء محمود عبد المنعم سليمان للنادي الاهلي. مؤكد هناك تساؤلات مشروعه جدا. هقول لكم عنوانين ثلاثه وبعديها اسيب المهندس عدلي وتساؤلاته المشروعه. الوفد بيقول كهرباء والاستبدال، الصدام القائم بين الاهلي واتحاد الكره. والاهرام بيقول اتجاه لمنح الزمالك قيدا استثنائيا في يناير. الوفد كمان بتقول مفاجأة جديدة في ملف الكهرباء، اتحاد الكرة الأهلي لم يطلب قيده حتى نناقش الأمر. إيه المفاجأة اللي فيها؟ هو جه ميعاد القيد؟ أنت هتأيده لما يتفتح باب القيد في يناير. بالظبط، أنا هطلب منك حاجة. إيه المفاجأة يعني؟ والباب مقفول. يعني طب افتح الباب وأنا أجي لك. مفيش حاجة، هو يعني وكأن في الأمر مشكلة. مفيش مشكلة بإذن الله. الموضوع ببساطة شديدة جدا. جالك لعيب فاسخ عقده مع نادي الفش. انا ابعد عن مشكله
كهربا وزمالك دلوقتي ده موضوع لوحده. انا دلوقتي جايب لعيب فسخ عقده مع نادي الفش، هخش على السيستم هتجيلي البطاقه، لازم يتأيد. لو في بقى شكاوى تانية بتاخد مسارها لحد ما يصدر فيها قرار، لكن لا تمنع القيد. كهربا نورت بيتك زي ما قال غلاف مجله الاهلي في عددها الصادر اليوم اللي بيرصد كواليس هذه الصفقه المهمه جدا اللي دعم بها الاهلي صفوفه، لكن انت لديك تساؤلات فيما يخص كهربا نفسها، القضيه نفسها. في كلام بيطلع وبيطلع جزء منه من اتحاد الكره نفسه وبعض الناس اللي هي عماله يعني بتجمع تفاصيل من زملائنا الاعلاميين. مشكله كهربا ايه؟ ناس تقول لك هو بيقول ان العقد ما مضيتوش، هل ده حقيقي؟ ما عنديش اجابه، انما الشكوى وتداعياتها هتقول. اتنين، في ناس بتقول انه لا هو كان ماضي على عقد لم يوثق في الميعاد القانوني، فاللائحه بتقول يصبح العقد لاغي ولا ما ينفعش، اكنه العدم سواء، فكيف سجل؟ اذا كان الميعاد غير قانوني ما عنديش اجابه، لازم الاجابه موجوده في اتحاد الكره. تساؤل ثالث بيقول او كلام ثالث بيقول، همهمه بتقول ان تم رفع اسم كهربا للاستبدال. طب لو هذا حقيقي يبقى احنا بنتناقش في ايه؟ لعيب اترفع اسمه ده مش موجود على الخريطه، ده عنده حق الانتقال بصرف النظر عن الامور السابقه، ده موضوع اذا كنت عايز تناقشها لوحدها. كل دي الى دي اجابتها موجوده في اروقه الاتحاد المصري لكره القدم. بصوا يا جماعه، مفيش اهم في علاقه الجماهير ببعضيها من انتقالات اللعيبه. اعتقد حدث في حد ذاته مهم جدا. لا ده اهم من الدوري. بالظبط، بطوله في حد ذاتها. ولما يقترن بلاعب جماهيري في حج كهربا وثير عليه جدل كبير جدا ولاعب دولي، تبقى القضيه حساسه جدا عند الجماهير. عشان كده اتمنى على الساده اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم لمزيد من الشفافيه والوضوح والنزاهه والحياديه. ليه ما بنبسطهاش؟ والحسم مطلوب الاجابه على تساؤلات كتيره مهمه في القضيه ديت. رقم واحد، اضافه للي المهندس عادلي قاله، الزمالك كان يملك عقد لمحمود كهربا في اتحاد الكوره عشان لعب معاه السنه اللي فاتت. هناك كلام الى ان يثبت انه صح او غلط، انه عقد كهربا اللي كان مسجل فيه مع الزمالك خلص في 30/6 اللي فات، وبالتالي القديم كده. اوكي، وبناء عليه هو بعد 30/6 مشي. طيب، المباريات اللي لعبها كهربا مع الزمالك وعقده منتهي، العقد اللي عرضه للكلام بانه كان منتهي، هل كهربا مثل الزمالك في مباريات رسميه وعقده منتهي ولا لا؟ عقد كهربا مع اتحاد الكوره اللي كان بموجبه اللاعب في نادي الزمالك، الاتحاد يطلع يقول العقد ده كان ينتهي في الفتره الفلانيه، هل كان فعلا ينتهي 30/6؟ سمح ليه يلعب بعد 30/6 بانهي عقد؟ الصفه التعاقديه اللي كان على اساسها اللاعب بيمثل نادي الزمالك في مباريات رسميه. مطلوب الاجابه. هل العقد الجديد اللي قيل انه تم توثيقه او اعتماده في الاتحاد بطريق الخطا، هل موقع من اللاعب ولا مش موقع من اللاعب؟ هل التوقيع اللي عليه بتاع اللاعب ولا مش بتاع اللاعب؟ ما تسيبوش الناس عرضه لاي اجتهادات ولاي تشكيك واي اتهامات. الشفافيه اكثر الطرق للحقائق. توقيع كهربا، اوكي يبقى توقيع كهربا. لو اي طرف بيطعن في هذا التوقيع من حقه يفحص ده قانونا. واذا كان اللاعب غلطان او الطرف الثاني غلطان، كل الغلطان يتحمل مسؤوليته. طب ايه فكره عدم التوثيق في الميعاد القانوني؟ اتحاد الكرة القائم وقتها طلع قال التوثيق تم في الميعاد القانوني وسليم.
الاطراف الثانيه بتقول لك لا، لو كان ده تم تسجيله او تم اعتماده في الميعاد السليم. لا لا لا، بس ما قالش، انا ما سمعتش خالص كلمه تم توقيعه في الميعاد. اللي قال لك تم توثيق عقد كهرباء. اوكي. كهرباء. ما قالش سليم، ولا هم تجنب الحديث عن سلامه التوقيع. طيب اذا كان تم توثيق العقد يعني تم اعتماده، يعني المفروض يكون موجود في سيستم الاتحاد الدولي. ده صحيح ولا مش صحيح؟ هل كهرباء الكيس بتاعه ده، الحاله بتاعته على جهاز الاستقبال بتاع الاتحاد الدولي والانتقالات مسجل ايه؟ ايه اللي اداله الحق في ان هو ياخد بطاقه مؤقته عشان يلعب في النادي البرتغالي؟ هل كان مسجل في الزمالك وطعم في العقد، ولا الاتحاد الدولي شاف انه ملوش عقد اصلا؟ السؤال الخامس، هل تلقى اتحاد الكره شكوى من نادي الزمالك ضد كهرباء قبل ما يروح للاتحاد الدولي، ولا ما اشتكاش؟ في كلام ان اتحاد الكره بيقول لك انا ما عنديش شكاوى عشان ابحثها. طب امال الناس مستنيه قرار من الفيفا على انهي اساس؟ على ايه؟ هيرد على ايه؟ وهل يمكن لاي نادي مخاطبه الاتحاد الدولي مباشره دون الاتحاد المصري؟ لا لا، دي مش دي اجرائيه، مستحيله ما يقبلهاش. طيب مسؤولين في الاتحاد بيقولوا لم يعرض علينا شكوى. يعني حتى انت لو عايز تشتكي الاتحاد نفسه تبعت له، وتبعت صوره وتقول انا بعت للاتحاد المصري وهو يرفع شكواه ضدك او شكواك ضده. طيب دي اسئله مشروعه على هذه الفاتوره. لكن فيما يخص الاستبدال، امتى تم رفع اسم كهربا من قائمه نادي الزمالك؟ لانه مع رفع اسمه من قائمه، اي لاعب بيرفع اسمه من القائمه اصبح حر الانتقال، مش كده؟ الا اذا عنده عقد اعاره. انت ترفعني زي ما احنا عاملين، امتى انا عندي عقد اعاره بترفع؟ غيرت الحاله. لا، بيبقى انت مديني نادي تاني على صفه الامانه ويرجع لي. بالظبط. لكن انت لو انت رفعته من غير ما تعيره يبقى انتهى حر. ما راح يروح فين؟ طيب اللاعب مش يعني موجود. افترض ان اللعيب ده انت مش عايزه، انت ما عندكش اصلا مشكله، بس انت مش عايزه. طيب. ورفعت اسمه. يفضل على ذمتك ازاي؟ زي ما انت رفعت مثلا لاعب وانتقل زي حموده و لو رجعت انت بعد شويه قلت انا عايزه هتشتريه؟ لا طبعا هتشتريه. انت سبت حموده بس ما بعتهوش الا اذا اعرته، الا اذا بعته بشرط ان انا وقت ما اعوزه ادفع كذا واخده في نص في عقد. طيب كهربا اتشال من قائمه نادي الزمالك وتم استبداله، واتقال انه تم استبداله قبل بدايه نهايه فتره الاستبدال. طيب على اي اساس بيتم المطالبه بالحق دلوقتي؟ ما هو فري. بس انت ثم نرجع. اتفضل. انت هي النقطه، انا عايز اقول كل دي تساؤلات ما عندناش. أيوة. عايزين اجابات. انا عشان كده عشان لو عندنا اجابه انتوا بتقولوا احنا ما بنقولش. لو عندنا اجابه هنقولها لكم بمنتهى الوضوح. لكن هي تساؤلات من وحي الازمه نفسها، ويا ريت الساده المسؤولين في الاتحاد. من وحي الازمه ده تعبير دقيق. انت طيب، ده اليوم العالمي للغه العربيه. طيب يعني النهارده عايز منك شويه مفاجات كده. كل سنه واهل الضاد بخير. عايزين منك شويه مفاجات النهارده. فانت يعني اذا كان تم الاستبدال يعني الراجل حر. طب بنتكلم دلوقتي انه اتحاد الكره بيبحث منح الزمالك قيد استثنائي تعويضا عن رفع اسم كهربا. الكلام برضه مش مفهوم. لا استثنائي مش هنا بقى الخطوره بقى. شوف هنا هنتوقف. كل اللي فات حماده، وده حماده تاني. حماده تاني طبعا. احنا لما قلنا زي بعضه تخوفنا من ان انتماء رئيس اللجنه الخماسيه مشجع بيحفل على مشجعين، فقالوا ان الراجل ده جاي بصفه انه يملك قدرات اداريه والمسؤوليه هتلزمه انه يمشي عن النظام ويمشي بشكل اعمى. والكلمه اللي مش لاقي لها اي محل من الاعراب، على مسافه واحده من الجميع. ما انت تبقى ممكن تبقى على مسافه بيني وبين واحد بتشده وبتشدني. يعني انا قدامك فبتشدني وهو وراك فبتشده. ما هي مسافه واحده. لكن هي الفكره مش كده. الفكره انك انت طلعت وقلت 1 2 3 4 وانا وهتشوف وهنسوي. لحد دلوقتي
في الاختبارات الشكاوى اللي راحت له ما تردش عليها. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك عليها كلام، ليه تطلع وتعلى من طرف واحد بدون اختار نادي صاحب المباراة بالملابسات، وش معنى الساعة 12 بالليل ولحد دلوقتي؟ طبعا الظروف عمالة تتغير في الفرقتين. فأنت برضو دي اختبار من الاختبارات اللي ما اقدرش اقول انه نجح منها او تفوق فيها. لحد ما تيجي بقى موضوع كهربا ده، ما حدش هيقدر يعمل فيه حاجه غير اللائحه الدوليه يعني، هي دي. ولكن اذا كنت متصور ان من حقك انك تغير النظام التي بدات عليه المسابقه، لا، هذا اخلال بشروط العقد اللي بين الانديه وبينك. حتى لو الاغلبيه كما تستطلع رايها عايزه انها لو كان هذا يعني اللي هيكون السبيل، نسال والاغلبيه تقول لا، لا مفيش اغلبيه هنا. لان ممكن واحد بس يلتزم معاك يضر نفسه، وزي ما النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ شرح عوضني، وبعدين نتكلم برضه في الاخلال، مش بتعوضني كده يعني. هو مش هيعوضك ولا حاجه، مش هيعوضك. فانت تفصيل كل مره الاستثناء من اللوائح اخطر ما يعني تناله الكره المصريه. وخلي بالك يا استاذ ابراهيم، عندنا دوري قوي جدا، عندنا نجوم عماله صحيح. تتولد والدوري يفرزها صحيح. صحيح. ودي حاجه ربنا مديها لنا هديه لا نستحقها لان لم نعمل من اجلها. طب عايزين بقى نستحقها، نبقى نكون على مستواها اداريا، ما نسيبش كل شيء بشكل عشوائي، يا يخدمنا يا يضرنا. احنا على المستوى الاداري مش ماشيين على نفس المستوى الفني اللي بيفرز يعني. هل انت المواهب اللي عماله تطلع لك ده نتيجه العمل التخطيطي السليم في نشر اللعبه وقطاع الناشئين والبحث عن المواهب؟ لا، دي اجتهادات انديه، اجتهادات انديه، مجموعه من الانديه بتعتني بالناشئين وهم خمسه سته سبعه، ومجموعه من الناس بتهتم انها تنقب في الدرجات الادنى عشان تكتشف المواهب. انما ما اقدرش اقول ان النظام الكروي بيفرز هذا، انا عايز نظام كروي يثبت. ما ينفعش ان كل سنه تغير لي يا استاذ ابراهيم لائحه تكبدني الملايين وتكبدني علاقات مع اللاعبين، وفجاه بدون ذنب انا ارتكبته تقول الناس دي لازم تمشي. صحيح، زي ما بيتقال دلوقتي في حته لا، وبعد ما يمشوا بعد ما يمشوا تقول لا والله ممكن نستأسن. كان ممكن يقعدوا، كان ممكن يقعدوا. عارف دي حصلت مره طلع قرار باتحاد الكوره وكان متفصل على الاهلي عدل. كان عندنا اتنين لعيبه، سماره وعماد ايوب، وعماد ايوب عرب، اتنين فلسطينيين، فلسطينيين ايوه، و كابتن حماده امام الله يرحمه. لا لا، كانش كابتن حماده، كان موجود بس ما كانش هو يعني، مش مهم. لكن اللي عايز اقوله ان قال لك لا الفلسطينيين الاجانب، مع ان كان بيقول في قطاع الناشئين كانوا، كان الفلسطيني اللي من امه مصر. يا عم استنى اشرح للناس. اتفضل اتفضل. عايز اقول ان الفلسطيني اللي امه مصريه يعتبر مصري، فكانوا متسجلين كده. لا، ما دول اجانب. فالاهلي مشاه اتنين من ابرز ما كان في قطاع الناشئين، فمشوا من هنا. والله قبل الموسم ما يبتدى يا استاذ ابراهيم راح الاتحاد مغير قراره وقال لك لا، اللي والدته مصريه يبقى مصري. طب رجعهم لي. لا، دول اتأيدوا في انديه ثانيه، رجعهم لك ازاي؟ طب بالله عليك ده يحصل فين ده؟ يحصل لما يكون انت دلوقتي حتى في نظام الاستبدال. بصوا في اللي بيتقال، مطلوب منح الزمالك قيد استثنائي، بصوا الاستهبال رايح فين. ليه؟ قال لك علشان حمدي النجاز فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك، فالزمالك عايز تعويض عن لاعب فسخ عقده. طب هو انا كنادي، لو النادي الاهلي عنده لاعب هو ما وفاش بالتزاماته ناحيته، الاهلي ما اداش اجاييه او جيرالدو حقوقه الماليه، راح جيرالدو استخدم حقه
في انه يفسخ عقده لانه فاتت المده القانونيه انه ياخد فلوسه، والنادي اخل بالتزامه. النادي اخل بالتزامه وفقا للعقد وفقا للائحه، فاتت الثلاث شهور على ان الاهلي ما اداش جيرالدو فلوسه او اجايه فلوسه. استخدم اللاعب حقه القانوني في فسخ التعاقد، حقه القانوني. انا مطلوب منك اتحاد اكافئ النادي الاهلي انه لم يلتزم، انه طب ما تاخد الامثله اللي حصلت اخل بالتزاماته. طب هو لا، اصل المثال حتى بتاع عصام الحضري، عصام الحضري لما اخترق عقده وسافر سويسرا الاهلي ما كانش اخل باتفاقه معاه. ده اللاعب ارتكب رغبته في السفر والهروب من طرف واحد وقدم شكوى وقال فيها كلام كتير. وانت قدرت تسجل بداله، هي الفكره. سيبك اخل في الحالتين، انت ما سجلتش مكانه. كوليبالي، كوليبالي لما سافر انت ما سجلتش مكانه. فانت دلوقتي، ودي وقائع النادي ما كانش غلطان فيها، ده النادي ما قصرش، اللاعب هو اللي اخترق العقد. لكن في واقعه حمدي النجاز اللاعب استند الى بند انه ما اخدش فلوسه، انه الطرف الاول في التعاقد اخل بالتزاماته تجاهه. استاذ ابراهيم، مش عايزين فانت دلوقتي لا حتى لو اللعيب ما اخلش او اخل او النادي، هي فكره انا عندي قايمه، والا كل نادي ولاعيب يتفقوا على الفسخ ويبقى هنا انت بدات الموسم بنظام وشروط لازم تكمل بيها. يدار الاهلي، يدار الزمالك، اللي يدار واللي يستفيد. هو انت لما جيت عشان نبسطها للناس، هو الاهلي بيرخم على الاتحاد الكوره ويقول له مش عايز اغير نظام الاستبدال؟ لا، انت فرضت عليا قلت لي هسجل 30 لاعب، سجلت 30 لاعب، كان عندي لعيبه وفر، كان عندي 2-3 لعيبه. لو انت كنت فتحت الاستبدال من 5 لـ7 كنت هوفر الفلوس اللي انا مشيت بيها اللعيبه ببلاش، كنت هعمل لهم استبدال، هسجلهم وبيعهم. حتى اللعيبه اللي طلعت اعاره استاذ ابراهيم لضيق الوقت، انت في لعيبه طلعتها وفي لعيبه اديت لها فلوس عشان تمشي، عشان تمشي يعني وتحتفظ بيها. بالظبط، اعاره. وفي لعيبه اضطريت تبيعها وتملك حق الشراء، يعني لعيب زي احمد حمدي الاهلي يوديه الجونه، الاهلي كمل عدد المسموح باعارتهم، المسموح باستبدالهم، يعمل ايه؟ واحترم هذا. راح تفنن المهندس عدلي والكابتن امير توفيق ولجنه التسويق ان هو خلاص اللاعب يتباع، ولكن الاهلي يملك بند في العادي يحق له الشراء برقم معين او بسعر معين عشان ما يحصلش مبالغات بعد كده. انت عملت ده ليه؟ عملت ده علشان الاتحاد الزمك ب5 استبدال، لو كان قال لك 7 كنت وفرت الكلام ده كله. فانت بعد ما انا تكبلت وتكبدت كل هذه المعاناه الماديه وهذه التكاليف المادية بسبب قرارك أنت، جاي النهاردة أنت عايز ترجع في كلامك إرضاء لأحد الأطراف وعايز نوافق؟ لا، السؤال مش هنا بقى. هناك؟ هو أنت تستطيع أنك تغير لائحة برأي الأغلبية ولا بالإجماع؟ ده أهم سؤال. اللي أعرفه أن لو نادي واحد اعترض ما يقدرش يغير. والله يعني اذا اردت الحق صح، حتى لو الكل اجمع على حاجه، ده الارقى. بالظبط، ده الارقى لما يكون فيه ناس بتدير طبعا الامور، مش بتدار. ده الارقى. لكن افرض خلاص عايزين هم لسبب او اخر تتلاقى المصالح في انه يغير اللائحه، لو حد اعترض ازاي هتجبره انه يقبل اختراق اللائحه؟ يعني دي نقطه جديده، يعني حطها ضمن الاسئله. يعني اذا كنا فعلا عايزين نبقى جادين في احترام مسابقتنا ونظامنا، هي واحده، هي كلمه، المسابقه بدات بنظام تنتهي بيه، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. يا اخي حتى لو ال 18 نادي جولي كاتحاد، انت فاكر انا عملت نظام؟ هو انا دلوقتي لو جم ال 18 نادي واتفقوا مع بعض وقال لك هنلغي الهبوط، هتلغي الهبوط؟ يعني هل تضر بالمصلحه؟ حصل. طب ما حصل مثلا، ما استاذ ابراهيم، اذا تكتلوا وجم وقالوا لك في حاجه تضر بمصلحه اللعبه والمسابقه، هل هتوافق؟ انت يعني بدأت. انت عايز تقود، انت صاحب الرؤيه،
انت اللي مسؤوليتك الارتقاء باللعبه ونشر اللعبه وتحقيق اهدافها، انت اللي تفرض نظامك على الناس، مش يبقى العكس. تذكر ايام الدكتور الجنزوري؟ ها، الازمه اللي في بدايه الموسم قبل ما يبتدي الموسم، لما الكابتن صالح جاله النظام المسابقه، فلقى في بنود مش عارف لما حصل كذا هيحصل كذا، وبعدين جه ثلاث اربع فقرات وفي حاله حدوث كذا يبحث الامر في حينه. ازمه في حينه دي، فاعترض وقال واستدعاء اللعيبه الدوليين للمعسكرات. فاعترض، لان كان قبل كده كابتن جوهري وقف الدوري مره. هو مش عايز تكرار الامور، انك انت لازم المسائل، في احنا في عصر احتراف في حقوق للانديه لازم. وكان الدكتور الجنزوري اصدر قرار بعمل اجتماع في اتحاد الكوره بين ال 16 نادي مع رئيس الاتحاد، وحطوا مع بعض النظام الذي اتفقوا عليه والتزم به الجميع. شوف من امتى انت بتقول حط لي نظام؟ ده كان في 98 تقريبا، واضح ما فيش فيه انك تقدر تفسره بالطريقه اللي تعجبك خلال يبحث في حينه دي. فهو هو نفس الشيء، انت دلوقتي عايز نفس الشيء. الاهلي دائما ما يسعى وكل معاركه لفرض النظام ان شاء الله على حساب مصالحه. يعني بالعقل كده في ناس بيقول لك ايه، ما الاهلي عنده اصابات، ما احنا هنقول له اللعيبه المصابه نديك بدلها. لا، ولو انا مش عايزك تساعدني بالغلط ولا تحاربني بالغلط، انت حط نظامك واحترمه، خلينا كلنا نحترم مره المسابقه. إذن حتى لو الناس هتتكلم على إن الأهلي ممكن يبقى له مصلحة مباشرة في توسيع الاستبدال وزيادة العدد علشان يقدر يرفع اسمه أو اسمين من المصابين، هذا لا يجيد أو لا يفيد الأهلي ولا يصح أن يبحث عنه الأهلي. ما تبحثليش عن مصلحة في مخالفة نظام، مصلحتك في إقرار النظام، مصلحة الأهلي ومصلحة الزمالك ومصلحة الجميع. حتى لو الأهلي الظروف فرضت عليه إصابات، لكن الأصل في المسألة احترام النظام اللي بدأت بيه المسابقة بغض النظر زي العالم كله، مين اللي يدار ومين اللي يستفيد. العالم كله ماشي والدنيا بسيطة، ما عندهمش هذا النوع من المشاكل. احنا عندنا طبيعة مشاكل مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. طيب، نتمنى أن الأمر يكون واضح وهذه التساؤلات على فاتورة كهرباء تكون واضحة للجميع. زي النهاردة وبمناسبة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، اللي ليفربول ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح وصل بيه للنهائي يوم السبت مع فلامينجو البرازيلي في 17 ديسمبر، لكن في 2006 الأهلي فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لهذه البطولة في اليابان بعد ما تغلب على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1. نفكركم بالأهداف الغالية. الاهلي كان عام 1923، كان كاس السلطان. حسين كمال انسحت العباره وانسحت الذاكره، بينما الكره ممتازه، فلافيو فاول، خطا للاعب فلافيو. هيا يا بوتريكا، هيا وريحنا على اريكا. شوفوا الكره، في انذار، في فاول. الفرعون الصغير مركز، كره ممتازه، جول 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 جول، هدف من الرايه. الفرعون الكبير، اي خوفه واي خفره واي منقره. يا بودريكا، يا بودريكا، ريحت على اريكا. افرح يا اهلي، العب يا اهلي، احمد الله يا اهلي. شوف الكوره، شوف الفن، شوف مارادونا، شوف زيكو، شوف زيدان، شوف الكوره في قلب المرمى. الاهلي الروسي يسجل، الاهلي يدون الاهداف. الحق يا جيرمو، في مسافه ومساحه لبودريكا، بوتريكا ممكن يخلصها. بوتريكا يلعب لفلافيو، بوتريكا والثاني، الثاني بوتريكا ممكن يخلصها، وجول جول جول جول. بوتريكا هداف المونديال، ثلاثة اهداف من السحر، من زيزو الكرة العربية، من امبراطور الكرة المصرية. مش ممكن، ما هذا، ما هذا يا زيزو، ما هذا يا زيزو، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. بوتريكا ابن النيل يبدع، يتألق، يتعملق ويتألق بالأهلي. الآن البرونز
بالله عليكم البرونز خلاص، 10 دقائق والاهلي افضل والاهلي اقرب والاهلي اقوى واحسن. ايام جميله يا استاذ ابراهيم. ها بص الايام البطوله دي. البطوله دي اللي اوحت لنا فكره البرنامج لو تذكر، احنا ماشيين في الشارع بالظبط. على فكرة أبو تريكة لما حب يتذكر محمد صلاح وكاس العالم للأندية في اليابان، والكلام ده في 2006، فبطولة 2005-2006 محمد صلاح تقريبا كان عنده 13-14 سنة، فأبو تريكة قال لك ده، قال لي بعد كده أنه كان بيزوغ من المدرسة عشان يتفرج على ماتشات الأهلي الصبح، لأن المباراة في اليابان طبعا كان توقيت بدري هنا قوي، فلفت عجلة الحياة وبقى محمد صلاح واحد من نجوم هذه البطولة اللي كان بيزوغ عشان يتفرج عليها. محمد صلاح امبارح قاد ليفربول للتأهل، لكن في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي حدثت لقطة ليها أهمية جدا. الحكم ما طردش جوميز مدافع ليفربول بل اداله كارت أصفر. دي واقعة مهمة هنشوفها عشان هنربطها بحاجة مهمة أهلاوية. الحكم هيكتفي بكارت اصفر لجوميز يا باشمهندس اهي. نفس الكره، كره في الهواء. ده بالظبط. ده بالظبط. يعني بس الثانيه كانت يعني من ناحيه الشمال شويه. هو ليه انا يعني اللقطه دي تهمني؟ لانها احد اسباب شكوانا. دي لقطه مونتيري وليفربول مع ان دي ايه؟ امساك ورامي نفسه عليه، الثانيه يا دوبك لمسه. طيب وائل جمعه علق على ديت، نشوف وائل جمعه في تعليقه او نشوف ايمن اشرف، نشوف ايمن اشرف والنجم الساحلي وتعليق وائل عليها، لانه تقريبا نفس الخطا اللي الحكم طرد طبعا ايمن اشرف وكلف الاهلي كتير في ملعب رادس. نشوفه. تعديل بنقص عددي. ابدا بوائل. يعني ما فيش يتقال غير ان الحكم ذبح الاهلي يا خالد، بان اللعبه دي الطرد دي نعم هتاثر على الاهلي بشكل كبير الشوط الثاني. الحكم ذبح الاهلي لان الطرد ظالم، طرد ظالم، شروط الطرد مش موجوده في اللعبه دي. نعم. في الكوره في القانون الجديد اربع حالات للطرد. نعم. اربع شروط لو توافروا اللعبه دي تستحق الطرد. نعم. انما الاربعه مش موجودين. الحاله اللي ناقصه في اللعبه هي استحواذ على الكوره، والكوره مش في ايد، مش في حوزه اللاعب يا خالد. نعم. كوره ملعوبه في الهواء، في شد فعلا موجود، كان ممكن اقصى شيء تبقى كارت اصفر لايمن اشرف. نعم. ان الكوره مش في حوزه اللاعب، وده هو الاساس وده الشرط المهم. اللعبه فيها انفراد قريبة من المرمى، انما ما فيش حال اهم شيء وهو الاستحواذ على الكوره، غايب عن اللاعب، كوره في الهواء في خطا طبعا. اما لاعب الاهلي مفروض كوره جايه طبعا من ورا، تصرف غبي طبعا. وفرق تاني بين اللعبتين، الكوره في 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 حاله جوميز كانت قدام، يعني لما تجاوزت كانت قدامه يزقه يجري، دي كانت وراه. أيوة. بدليل ما وقع لعبها في رجله باكل. يعني طيب واضحه المساله، وشكوى الاهلي للاتحاد الافريقي طبعا في انتظار الرد عليها، لانه ما حدث كان فيه تجاوزات كتيره جدا وكبيره من حكم المباراه. ننتظر الرد، نطلع لفاصل، وبعد الفاصل وما زال القفز على الحواجز مستمرا. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زال القفز على الحواجز مستمرا. الاهلي بعد كل هذه الصعوبات، غيابات للاعيبه مؤثره جدا، غيابات لنجوم كبار في الفريق، مباراه كل ثلاث ايام، خرسانات دفاعيه بتقام في مواجهته، ومع هذا ما شاء الله الاهلي نمسك الخشب، 7 من 7، كان 6 من 6، 7 من 7، بيحقق الفوز السابع على التوالي، بيحافظ على انطلاقته في صدارة المسابقة. يا باشمهندس الأهلي بيتصدر ب 21 نقطة، رغم أنه أقل مباراة
عن الاتحاد والمقاولين التاليين ليها على طول 17 و16. الزمالك لعب قد الاهلي، عنده مباراه بكره يزيد على الاهلي بمباراه، لكن الزمالك 13 نقطه، والسموحه اللي هيواجه الزمالك بكره 13 نقطه، والاسماعيلي اللي خسر من الاهلي النهارده 13 نقطه، الثلاثه في منطقه ال 13. بيراميدز اللي استغنى النهارده عن مدربه ديسابر وعين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير فني مؤقت، عنده 12 نقطه في المركز السابع. 7 من 7 وقفز على الحواجز رغم كل هذه الصعوبات. سالتني الحلقه اللي فاتت عن تصورك المباراه تمشي ازاي والسكور مش سكور، وانا دايما ارى ان الاهلي بيدفع فاتوره تفوقه من انه بيعمل نوع من الهاي اكسبكتيشن او التوقع العالي جدا لدى جماهيره، وبيبتدوا يحطوا معيار مش عايزين يتنازلوا عنه. فاكر انا لما كان الاهلي 70 مباراه بدون هزيمه، كنا يعني بنقول امتى تيجي الهزيمه عشان نخلص من هذا العبء؟ وجت في كاس العالم للانديه، لان طول ما انت بتلعب تحت هذا الضغط عمليه تقييمك انت من الاخرين بتبقى شديده الصرامه. فانا لما سالتني رايي قلت لك الماتش ده مش هيخلص غير بصعوبه بفرق جون او اتنين لاي فرقه من الفرقتين، ونتمنى ان يكون النادي الاهلي. ليه؟ خلاص احنا في الاسبوع الكام؟ الاهلي يلعب في الاسبوع السابع، والفرقه الثانيه في 8 و9. ده معناها ان الفرق تكتيكيا خلاص استقرت، كل فرقه استقرت على شخصيتها واستقرت على موضعها، اذا كان كويس ولا آمن ولا بينافس ولا خطر. استقرت كمان انها شافوا بعض، خلاص عارفين هيلعبوا بعض ازاي. فالنهارده النادي الاهلي ينظر اليه ان لا، فرقه صعبه لازم اقابلها تكتيكيا بمنتهى الصعوبه. وفي من المباريات يا استاذ ابراهيم التكتيكيه بتبقى الماتشات مقفوله، والمتعه غالبا هتفتقدها، لان الفرقتين بيلعبوا بشكل خططي، فرقه بتحاول تعطل مفاتيح وفرقه تانيه بتحاول تجرب طرق، فانت عمال قاعد بتجرب وبتنوع. الجميل ان دائما في الشوط الثاني النادي الاهلي يجد الحلول بعد ما ينهك الفرق اللي قدامه من كتر المهابره معاه. فماتش الاسماعيلي بنواقص حاسمه جدا، انت بتلعب مره واحده ثلاثه من اهم الثلاثه اللي هم بيشكلوا لك البعد الهجومي بتاعك، رمضان صبحي وسلية وكابتن احمد فتحي، حتى لو هو بي 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 في الخط الخلفي لكن هو من مفاتيح الهجوم ايضا، مش موجودين. وقبليها حمدي فتحي ومحمد محمود، وحمدي فتحي ومحمد مدعوم وكريم ندفد. اذا المساله كانت يعني كونك تستطيع انك انت تتجاوز هذه الصعوبات، القفز على الحواجز بقى دي كلها، بعدين كمان تخسر لعيب مهم زي رامي ربيعه كان بدا يستقر قوي في مكانه ورمانه من رمانات الميزان، فتغيير تكتيكي، تخسر واحد مهم برضه، وكان العمود الفقري كله في تغيير. انت المباراه دي لابد ان تحسب لهذا الفريق، ولابد ان يحتاج مننا التحيه كله، حتى اللي ما عجبناش ادائهم النهارده لافتقاد المتعه في هذه المباراه. ما انت كمان مش بتلعب ناس لازم كل ترقيصه تمشي ولازم كل تمريره تمشي ولازم، لكن في المجمل الاهلي عمل ايه؟ الاكثر استحواذا، الاهلي الاكثر فرصا، الاهلي الاكثر تنوعا، الاهلي الاقل تعرضا للخطوره، يبقى الاهلي فاز بجداره، وكلمه الجداره التي يبحث عنها النادي الاهلي. دي لحظات يمكن وقت خروج ونزول وليد سليمان، نزول المؤثر الحقيقه، وخلي بالك بخبراته. انت بتقول نزول الايه؟ المؤثر. المؤثر كم مره قلناها؟ كتير. كل تغييرات الراجل بتبقى مؤثره الحمد لله، وتوقيتاتها مؤثر. وعلى فكره رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي النهارده بعد المباراه اهم كلمه قالها لما سئل على حته الارقام القياسيه، قال لك مش في دماغي، انا ما بلعبش الهدف الارقام القياسيه،
من بدري بدري الراجل بيخلص نفسه من هذه الضغوط. انا عندي اهداف معينه انا محددها، طبعا اهمها ان هو يقدر يفوز بالبطوله ويحقق الانتصارات لاكبر عدد ممكن، بس هو مش في دماغه انه بيسابق لرقم قياسي، هيفضل يسعى يعني وارد جدا انه يفقد نقاط، ومفيش فريق بيعمل موسم كامل بدون فقدان نقاط، لكن الاساس ان هو يسعى للحصول على اكبر عدد من النقاط مع كل هذه الصعوبات. كمان قال حاجه ثانيه يا استاذ ابراهيم مهمه جدا وتدلك على ذهنيه هذا الرجل. اما بيسالوه في مقارنات في الغيابات مين مكان مين ومين يحل مكان مين وبتاعه هتتاثر بمين، قال لهم انا ما بقيمش لعبتي فنيا في المؤتمرات ولا عبر وسائل الاعلام. انا اتحدث مع لعبتي وبنتكلم على التقييمات بيننا وبين بعض، بيحط قواعد انت هتسالني في ايه واجاباتي اهي، وهو ده الطبيعي المفروض الناس اللي بتسال تبقى بس فهمة. كمان بيقولها بهدوء شديد وبحسب يخليك يجبرك انك لازم لا تزعل وتحترم وبرضه تشوف انك مع راجل مختلف. الناس كمان لما بتوجه له اسئله كتير بيوجه له وجهات نظر وعايز الراجل يرد على وجهه نظر. خلاص انت وجهه نظرك الفنيه ده رايك الفني، بس في النهايه الراجل فعلا مش مطالب انه يفسر لك ولا خرج مين ونزل مين وما لعبش فلان ليه، هو صاحب القرار. طيب لا يفتى في الراي، والدكتور طه اسماعيل النهارده في اون سبورت قال رؤيته في هذه المباراه نشوفه. كابتن طه يعني سؤالي الاهلي بدا ازاي وانهى ازاي؟ بدايه في الاول انا بشيد باداء النادي الاسماعيلي طبعا بالذات من بدايه المباراه. نعم بدايه المباراه كان هو شارب بدنيا يعني حاد بدنيا، هو الاكثر وصول للمرمى للكره باسرع ما يمكن. النادي الاسماعيلي النهارده من احسن المباريات اللي لعبها. نعم لانه اما اقيس النادي الاسماعيلي مع نادي مصر مش زي ما اقيسوا النادي الاسماعيلي مع النادي الاهلي. النهارده النادي الاسماعيلي في بدايه المباراه جزء من الشوط الاولاني كبير جدا. نعم كان هو شارب بدنيا بيروح للكره اسرع، انتشار جيد جدا، بيلعبوا بسلاسه وجماعيه كبيره جدا. هو كان ينقصهم بس الفينش مش كويس، يعني في تسديدات في البدايه شفنا برضو ده قله الضغط النادي الاهلي، شفنا الشامي ضغط للداخل ودخل للداخل وبعدين سدد برضو بدون ضغط عليه، شفنا برضو طارق همام نفس الشيء برضو دخل وسدد، فكان النادي الاهلي ما بيضغطش على اللعيبه بالشكل الجيد، ولذلك كان النادي الاسماعيلي بيلعب بحريه وطلاقه وبشكل كويس وانتشار جيد وبيرجع في النهايه برضه يدافع في اثناء الكره ما بتروح. طبعا وبمرور الوقت يمكن برضه في الشوط الاولاني يمكن اول حاجه خطيره للنادي الاهلي كانت تسديده ايمن اشرف اللي هي جت في العارضه. نعم والنادي الاهلي حاول محاولات لكن ما كانتش على قد المستوى في بدايه الشوط او في الشوط الاولاني. الشوط الثاني انا شايف ان النادي الاهلي يعني سرع في ايقاع اللعب. دي برضو كرة أيمن أشرف سرع في إيقاع اللعب وده إداله نوع من السيطرة أكتر على النادي الإسماعيلي، علاوة على أنه برضو اللياقة البدنية أنا أعتقد أو المجهود البدني بالنسبة للنادي الأهلي أكتر شوية فبان على النادي الإسماعيلي برضو ضعف شوية في الشوط الثاني في عملية الالتزام بالاستحواذ بالضغط قل شوية، النادي الأهلي ابتدى ينطلق أكتر من الجناب من الناحية اليمين من الناحية الشمال هاني اشتغل بشكل كويس، وبعدين برضه التغييرات اللي عملها فايلر يعني طبعا هو في تغيير اجباري اللي هو تغيير سعد الدين سليم مكان رامي ربيعه في الدقيقه 64 نعم تغيير وليد نعم تغيير وليد كان تغيير موفق جدا وليد 23 دقيقه بالظبط بالظبط 23 وليد دقيقة وليد عنده حلول جدا علاوه على ان هو مش بس الانتسبيشن او التوقع وهي هاني بيلعب الكوره هو متوقع فين هتروح الكوره ولذلك رايح لها في المكان المناسب ودي سمه المهاجم في مهاجم يبقى ما عندوش التوقع ده وممكن يروح على اي من القريب او يروح على البعيد عكس اللعبه ما بتتلعب لكن هو رايح في الاتجاه المظبوط وانا اعتقد ان هو جاب جول قبل ده كده ده الهدف اللي حضرتك كنت بتسعى ايوه اللي بتكلم عليه بالظبط هو برضه مع الاسماعيلي ده كان برضه في اخر المباراه كل الناس طبعا احنا ما اتفرجناش انا وانت على الشوط الثاني وما حتى ما لحقناش نقيم المباراه اللي كنا في طريقنا لكن المتابعه بتقول ان الشوط الاولاني كان سجال الشوط الثاني كان تفوق للنادي الاهلي حتى الارقام اللي قدرت اجيبها
من الدكتور ثابت المحلل الجميل بتاعنا. 56% للنادي الاهلي و44% للنادي الاسماعيلي. اذا كلها وعدد محاولات 13-7 وكره اهي في العارضه شفناها وكما سنرى بعد قليل في ضربه جزاء متفق عليها. هي بقى سيناريوهات كل ماتش يجي لك كره في العارضه وضربه جزاء ومعافره وبعدين في الاخر بتكسب. عشان الناس اللي شبابنا الحلو اللي مستني كل ماتش لازم يبقى سكور كبير، كلنا نتمنى هذا، لكن على مستوى العالم هذا لا يحدث مع اعتى الفرق العالميه. طيب رأي الاسماعيلي مهم. الاسماعيلي قدم مباراه محترمه، فريق عنده ظروف، عنده مرحله تجديد، عنده مدرب كمان شاب ادم السلحدار، فرأي واحد من نجوم لا وجاي جاي بسلسله انتصارات، واحد من نجوم الكبار التاريخيين محمد صلاح ابو جريشه رايه كمحلل نشوفه. هل الراجل نجح تكتيكيا ادم السلحدار ومعاه محمد محسن ابو جريشه نجح تكتيكيا في اراء انه يقرا النادي الاهلي وانه في كل عناصر الخطوره وبالتالي يمكن فرض احيانا كمان سيطرته على وسط الملعب؟ دي حقيقه يا كابتن. نعم. الحقيقه ادم السلحدار بدا بدايه ما كانتش متوقعه ان انت تضغط. نعم. عالي على النادي الاهلي. السيناريو اللي هو كان حاطه. نعم. على النادي الاهلي من بدايه الماتش او من قبل الماتش في المحاضره او في خلال التدريبات اليومين اللي فاتوا بعد بالتحديد بعد ماتش اف سي مصر كانت الى حد ما واضحه ان هو عايز يعمل ضغط عالي. هو بدا ب 4-2-3-1 عامل ضغط عالي من خلال الاربعه المهاجمين همام ومن قدامه عبد الرحمن مجدي ومن قدامه كمان محمد الشامي وبيكيتي. نعم. الضغط العالي ده اخذ كتير قوي من 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 اللياقه البدنيه بتاعتهم في الشوط الثاني، ده صحيح، اثر على المستوى الاداء بتاعهم في الشوط الثاني. صعب جدا ان انت تمسك فرقه وتعمل ضغط عالي وخصوصا ان انت في معدلات بدنيه لسه ما تقدرش تقول ان انت في نهايه موسم او في نص الموسم عشان تعمل الضغط العالي ده وتقدر تكمل بيه 90 دقيقه. لكن في نفس الوقت هو كان عنده روح عاليه، كان عنده اصرار ان الكره الثانيه دايما بتبقى بتاعته، كان عنده ستاره مميزه جدا من محمد مخلوف ودونجا، كان عنده خط دفاع ملتزم تماما بالواجبات الدفاعيه بتاعته، غطى كويس على مروان محسن، غطى كويس على اجاييه. الاطراف بتاعه النادي الاهلي تقريبا اتشلت في خلال الشوط الاولاني. كان عنده فرص ان هو يسجل ودي كانت اللمحه اللي هي كان المفروض الفينش بتاعه يبقى كويس في ان هو يستغل الضغط العالي ده في سوء الحاله اللي كان فيها النادي الاهلي، وكانت فرصه كويسه ان هو يكسب من الشوط الاولاني. الشوط الثاني طبعا المعدلات نزلت البدنيه وده منطقي، فبدا يبقى وده منطقي جدا نتيجه للجهد اللي اتبذل ومعدلات الجري اللي كانت موجوده في الشوط الاول، فبدا يبقى في خلل في الجبهات. عبد الرحمن مجدي ما بينزلش، بكيتي ما بينزلش، فبدا يبقى الحمل كله على احمد ايمن ومحمود البدري. هفوه صغيره حصلت في الجون اللي جابه النادي الاهلي. لازم بالاضافه الى الكلام الفني اللي ذكره الكابتن محمد صلاح ابو جريشه ان الاسماعيلي جاي لك منتعش. هو كان مغير من 3 اسابيع جهازه الفني، بس واكب هذا التغير الجهاز الوطني كابتن ادم السلحدار انه اكتر من انتصار ورا بعضه. فالاسماعيلي جاي لك بمعنويات كويسه بثقه ادت الى انه يلعبك بضغط، هو اللي هاجمك. المباغته دي خدت منك شويه وقت في الشوط الاولاني عشان تبتدي تسترد زمام الزمام الخططي في الملعب مع تفوقك البدني كالعاده ان الاهلي يستطيع ان يحسم في النهايه. الكابتن ضياء السيد وليد صلاح الدين وليد كابتن صلاح. وليد صلاح الدين وليد قبل ضياء. ايوه نشوف الكابتن وليد صلاح الدين في اون سبورت رايه في فوز الاهلي وقفزه على هذه الحواجز الصعبه. كابتن وليد، المباراه مرت على الاهلي بمراحل، بدايه المباراه نص الشوط الاول ثم نهايه الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني ثم الهدف. صح. اعتقد كل دي مراحل كانت في المباراه. اكيد يعني ابتدى الاسماعيلي حلو قوي. نعم. اول 15 20 دقيقه ابتدى بشكل. نعم. رائع وهدد مرمى النادي الاهلي. واضح ان الكابتن ادهم السلحدار
مش عايز يفقد الكرة في نص الملعب فمديهم تعليمات بالتصويب. شفنا الربع ساعة كلها كابتن شوبير كلها تصويب. الشامي صوب، بكيتي صوب، عبد الرحمن صوب، حتى همام صوب واحدة تعامل معها الشناوي، كل ده في ربع ساعة. بعد ربع ساعة بدأ النادي الأهلي يدخل الهدف. ده أنا عاجبني جدا، معلش لو نرجعه نص نشوف اللعبة دي. طبعا ده تألق غير عادي، تألق غير عادي من الشناوي. عندنا كمان أنا نسيت اللعبة التسديد في المدبولي، كمان نقدر نقول في ثلاث إنقاذات مهمة جدا للشناوي. عايز أقول في الجون ده حاجتين. نعم. معلش أقف هنا، أقف هنا. هنا يا كابتن. هي دي قيمة اللعيب البلاي ميكر رقم 10 مجدي قفش. مش معنى ان انا الناس ضغط عليا اروح لافف وراجع لورا. هنا القيمه اللي احنا قلنا ان النادي الاهلي كان بيدور عليها. مجدي قفش هنا بياخد الريسك لان هو لعيب حريف ويقدر. فعمل ايه هنا؟ راح مرقص. الترقيصه دي يا كابتن ممكن ترقيصه واحده اقف بقى هنا تفتح لك كل حاجه. ممكن يحطها لمحمد هاني. بين الاثنين ومتغطي. وممكن يحطها للشيخ. كمل بقى. عايزك تبص على وليد سليمان يا كابتن. بص وليد فين؟ بره ال 18. لا بص يعني بص لا في كادر تاني، في كادر تاني كلها. في كادر تاني من ورا عايز اقول فيه حاجه ان هو كان جوه ال 18 جوه وخرج ورجع تاني. برافو عليك. مزبوط. الخروج ده يا كابتن يحسب لوليد. وليد مش عايز يتمسك، عايز يجي حر. وطبعا لان مدافعين الاسماعيلي كلهم عينيهم على الكوره فما شافوش وليد في كادر معين مبين. هنجيبه ان وليد ازاي كان جنب اجايه راح خارج اربع خمس خطوات عشان يلفهم تاني. ده ايوه هنا كابتن. برافو على برافو يا نصر. بص يخرج بص هيخرج يا كابتن لما تتلعب. بص 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 وليد سليمان طلع لغايه كمل طلع لغايه قوس ال 18 بره عشان لما برافو عليك عشان لما يلف ويجي يجي في الحته الفاضيه. فده ذكاء لعيب كبير عارف هو بيعمل ايه. وكعادة الكابتن وليد يجيب التفاصيل اللي محدش يعني بيهتم انه يروح لها. ازاي الكابتن وليد دخل وبعدين خرج وبعدين واجه وبعدين قدر يشوف الجون ويحاول الكرة من هو ده وليد صلاح الدين. يعني امير الموهوبين كلاعب، فنان مبدع موهوب مركز قوي، والحياة في التحليل يرى ما لا يراه الاخرون باستمرار. هتلاقوه لقط حاجة معينة مؤثرة جدا. لا يعني هو جميل في الاستوديوهات التحليل دلوقتي لما يكون فيها اسماء كبيره، تجد الدكتور طه، تجد ايمن يونس، كل واحد له رؤيه في حاجه، كل واحد بيركز على حاجه. بس هو ده يعني التنوع. سهون واخد بقى راح للجون يروح للجون، يروح بقى للدكه، يروح للتغييره، يروح للاحتفال لحاجه مؤثره الناس مش واخده بالها منها. فحاجه جميله جدا. وعايزين نشوف برضو السهون الثاني الكابتن ضياء. تغيير وليد سليمان على حساب مروان محسن ظبط اداء النادي الاهلي؟ طبعا ظبطت وخلت فيه الخطوره الحقيقيه على المرمى. شفنا الانفرادات وشفنا اللعب بايجابيه على مرمى الاسماعيلي. طبعا وليد من اللعيبه الخبرات والقديمه اللي مع شخصية البطل وشخصية النادي الأهلي اللي هي واضحة، اللي هي عايزة المكسب بس وبتسعى لده، حتى في ظل هبوط أداء بعض الأفراد أو في ظل الغيابات المؤثرة الثلاثة اللي غايبين المؤثرين، فوجود وليد طبعا بيتقل الملعب، بيتقل الملعب بشكل كبير جدا، وبيبقى فيه تقل في إنه إزاي يكمل على الجول. ليه ما بدأتش بيه؟ ما ابتدتش بيه لأن هو بيتعامل مع وليد مره بيبتدي بيه ومره يعني مش بيدي وليد دقايق محدده، فترات راحه يعني. مش شرط بقى لما ينزل بديل ويجيب جون انا اقول ابتدي بيه، لا، طالما وليد بيفيدني في اي وقت بيلعب فيه سواء ابتدى المباراه او ما ابتداش المباراه يبقى وجوده مهم. وده الاهم بالنسبه للتيم، ده الاهم بالنسبه للفريق. النادي الاهلي عنده هدف واحد، هدف واحد ومحدد، هو انه بيلعب على بطوله، فكل مباراه لازم تكون بالمكسب حتى في ظل الغيابات اللي موجوده، في ظل هبوط بعض اداء اللعيبه المؤثره داخل الملعب بشكل كبير جدا. لكن
كميه الجري كويسه. اليو ديانج اثبت انه مهم وجوده في نص الملعب، حتى في وجود عمرو السوليه او في غياب اي فرد منهم. الاهلي كسب النهارده سعد سمير بشكل كبير جدا، لان سعد من امتى غايب لعب، خد ثقه، مباراه كبيره اول ما لعب وحصل فيها مكسب. فانا عايز اقول انه شخصيه البطل فرقت مع الاسماعيلي ورجحت كفه الاهلي بشكل كبير. يعني هو برضو ركز على التغييرات وتاثيرها، ولما نقول ركز على التغييرات وتاثيرها يحسب للاعب ويحسب للمدرب مؤكد. يعني منزل كابتن سعد سمير بعد غياب طويل وبعدين يتم الاشاده به شيء جميل جدا. كابتن وليد سليمان دائما الناس تقول يبتدي اللاعب الكبير المؤثر يبتدي ولا يختم. انا ورايي مش هو الصح دايما، لكن انا اشعر اللاعب الكبير ما يبتديش، كبير في السن اللي هو مجهوده كله لو ركزه في نص ساعه يبقى حاجه عاليه جدا، عشان الفوارق البدنيه. مش اولا لحاجتين مهمين جدا يا استاذ ابراهيم، بدايات المباريات بيبقى الالتزام التكتيكي عالي جدا والتركيز موجود. فلو الناس عارفه ان كابتن وليد او كابتن يعني موجود من اول المباراه بيبقى التركيز كله ايقاف خطوره الكابتن وليد. لكن مع الماتش وسخونه الماتش وابتدى كله ينصهر في المباراه، التركيز الفردي بيقل وبيبتدي بقى على واجبات المراكز. فيقدر اللعيب الذي يحدث الفارق من نوعيه الكابتن وليد، ولذلك هو دائما يحدث فارق. يلعب نص ساعه، يلعب 35 دقيقه. وليد سليمان هداف الفريق دلوقتي 5 اهداف. ما ده كلام هو الهداف رغم انه يقودنا الى هذا الكلام. يقودنا الى انه دائما مؤثر. دائما مؤثر، لانه لما بينزل كبديل بالاضافه الى انه الفوارق البدنيه بينه وبين بقيه المنافسين تكاد تكون تعادلت او هو افضل كمان، لانه هو لسه داخل بنفسه. هو لعيب مش متكاسل، لكنه كمان بخبراته هو نازل وقد استكشف اداء الفريق المنافس، شاف الثغرات فين، شاف الحته اللي يقدر يتحرك فيها، قدر يحط ايده بالظبط هيروح فين. ناهيك على ان الفرقه اللي قدام مش عارفه التكليفات اللي نازل بيها. دي جديده. نازل بقى بفكره ثانيه، ودي بتبان قوي قوي في الجون والتحرك اللي الكابتن وليد صلاح نور لنا عليه. دخل مع اجاييه، الناس اتشغلت مع اجاييه، راح سايب اجاييه جوه وطالع هو بره. صحيح. واجه يعني دي خبرات، ودي لعيبه كبيره وكوتش فاهم عايز ايه من اللعيبه. طيب التحكيم. التحكيم عنصر مهم جدا في المسابقه، واعتقد السنه دي ما شاء الله في كل مباراه واخدينها لكم واحده واحده عشان في الاخر نفتح كشف الحساب مع بعض. النهارده راي الكابتن احمد الشناوي والكابتن سمير محمود عثمان، والحقيقه كل خبراء التحكيم اللي اتكلموا اجمعوا على ايمن دجيش هنا قبل ما نخش. كابتن ايمن دجيش هنا اجمعوا على حقوق مشروعه اهدرت للاهلي في هذه المباراه ولا اوضح. نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت. نيجي بقى هنا لمسة اليد، طبعا دي ركلة جزاء. ليه؟ اللعيب بتاع الاسماعيلي ايده مش في الوضع الطبيعي وطلعت، يعني ما كانتش لو هي في الشكل ده اللي تحت، لكن ايده طلعت على وشه بالشكل ده. قبل اللعبه نتاكد جت في ايده ولا في صدره بس. لا لا دي جت في ايده. ماشي ما انا عارف بس نكملها. يعني البعض ممكن يقول لك الكوره وقفت في السكه. يعني اتفضل يا كابتن. هي طبعا جت في في الايد، وهنا لمسة اليد طبعا واضحه جدا. طبعا يعني لو جينا قلنا ان البنا ما شافهاش. نعم. من المستحيلات ان البنا منك يشوف اللعبه دي. ما شافهاش لان مهمه الحكم انه يشوف. ما هو يعني مهمه الحكم انه يشوف. ما برضه يا كابتن احمد انا معاك مهمه الحكم. لكن هو النهارده في اعلى البطولات بيستخدموا الفار. ليه؟ لانه من ان في يحصل ماشي. يعني اكسبشنال كيسز زي ما بيقولوا حالات استثنائيه ممكن الحكم ما يشوفش. اذا ضربه جزاء لم تحتسب للاهلي. اذا في ركله جزاء طبعا لم تحتسب. نعم. كالعادة ضربة جزاء واضحة لا خلاف عليها، ما شافهاش الحكم، وكأن الحكم نازل ما يشوفش ضربات الجزاء اللي تخص الأهلي. يعني دايما كابتن شناوي طبعا من حرصه على زمايله
انه وان كان اللعبه واضحه يبقى ما شافهاش، وهو ده اللي احنا بنقوله. وراي كابتن شوبير صحيح، هو ليه ما يشوفهاش ويعني ما شافهاش؟ واشمعنى الاهلي اللي ما بتشوفلوش ضرباته؟ ما هي متكرره يا استاذ ابراهيم. هو لما تالق الكابتن بنا تحديدا في مباراه في افريقيا في للانديه في الدوري الافريقي يعني، قلنا ايه؟ قلنا لانه يعلم اهو هي لمسه اليد. يا سلام، شافش ايه؟ اهي اليد متحركه جدا، وانت المفروض تبقى هنا يا كابتن شناوي كل ما الاهلي يهجم تبعد وتقول لي عشان ما شافهاش. طب ما انت بتبعد عشان مش يا كابتن. هو بعد ليه؟ هو بيعمل ايه هناك؟ اتفضل. ها طيب، شافش ايه؟ طب وشاف دي؟ بص بقى اهي، بس اللاين مان هو اللي شاف وشاور له. عشان مش مؤثر، ما شاورلوش يعني، لا هو شاف ولا اللاين مان شاف اهي، مع انه دي بينه وبينه ما فيش سنتيمترات، انما شاف وحسب وماشي يعني. فالحقيقه ما تجيليش في الحقوق الواضحه كده. وعلى فكره تقنيه الفار هيحصل منها مشاكل اكتر من دي. الاراده في انك انت تمشي الدنيا بميزان العداله والعداله العمياء، لازم تكون الاراده دي اولا موجوده. طيب كابتن الشناوي قال البنا ما شافش، هل كابتن سمير عثمان شاف البنا ما شافش ولا البنا ما بناش؟ نشوف. قبل لسه الكره ما اتلعبتش، موقف الايد بتاع مدافع الاسماعيلي ده مش موقف طبيعي وهو بيجري كده، يعني دي مش يعني محدش وهو بيتفرج يقول لا ده التشريح الجسماني وهو بيجري، لا الايد كده دي موقفها مش سليم. اما الكره تتلعب هتلاقي الكره جت في كوع لعيب نادي الاسماعيلي، يعني هنا برضو ننفي النقطه ان هو كان بيحمي وشه، لا هنا مش بيحمي وشه، هنا موقف ايده مش طبيعي، كبرت جسمه الهيجيه هنا في الكوع تمام، انما لو كانت في الايد هنا بتحمي وشه لا الكره جايه هنا في الكوع. طب ليه محمود ما احتسبهاش؟ انا من ثواني كنت بقول الموقف في اثناء الركله الركنيه بتاعت موقف محمود البنا، اما تلاقي الصوره هنا كلها لا يمكن محمود هنا والكره اتلعبت جت هنا، لا يمكن محمود البنا يشوف الكره دي. الكره دي يمين لعيب نادي الاسماعيلي، محمود البنا كان المفروض يعني يبقى فيه سبرانت شويه، وهو توقعاته كويسه للكره، المفروض كان يفتح زاويه رؤيه هنا عشان يقدر يشوف الكره. اما محمود هنا مش ظاهر في الكادر خالص، محال يشوف الايد اليمين بتاعه نادي الاسماعيلي، وده توقعي في عدم احتساب محمود البنا الكره دي، لان اعتقد لو محمود شاف الصوره اللي احنا بنشوفها طبعا في الاستوديو وبهدوء كان ممكن قراره يتغير في كره زي دي. يبقى خليني واقف بعيد، وغالبا راينا انه ما شافهاش، ما هو من هناك مش هيشوف، ايه اللي موقفك بعيد؟ اذا الخلاصه الاهلي فاز، الاهلي حصد الثلاث نقاط، قفز فوق كل هذه الحواجز الصعبه، احتفظ بصداره الدوري حتى وان كان اقل لعبا من بقيه المنافسين، لكن يوم الاثنين عنده مباراه مهمه مع سيد البلد، مباراه بين الاول والثاني، قمه جديده، قمه حقيقيه، دي قمه جديده للاهلي وزعيم الثغر. المباراه في استاد القاهره، الاهلي والاتحاد الفرقتين لعبوا مع بعض 116 مباراه، الاهلي فاز في 76 مباراه والاتحاد فاز في 16، وتعادلوا 24 مره. الاهلي سجل في شباك الاتحاد 195 هدف، والاتحاد سجل في شباك الاهلي 73. شباك الاهلي نظيفه في 72 مباراه مع الاتحاد، والاتحاد احتفظ بشباكه نظيفه في 25 مباراه مع الاهلي. دايما وابدا مباريات الاهلي والاتحاد مباريات شعبيه، فيها اثاره، فيها نديه، لما كان فيها حضور جماهيري كانت جماهير الفرقتين مؤثرين في دعم فرقهم. الاهلي فاز على الاتحاد 6-0 مره واحده في 2005 2006، وفاز 5-0 ثلاث مرات، و5-1 مره واحده. تعادل تاريخي 4-4 للاهلي والاتحاد موسم 54-55. الاتحاد فاز على الاهلي 4-3 مره واحده، و4-1 مره واحده، و3-2 مره واحده، و3-0 مرتين. هداف الاهلي امام الاتحاد حسام حسن ب 11 هدف، واحمد مكاوي الله يرحمه 7 اهداف،
ومحمد ابو تريكه 6 اهداف ووجيه مصطفى ومحمدين وايمن شوقي ولكل 5 اهداف في مرمى الاتحاد، بينما كابتن الديبه الله يرحمه محمد دياب العطار هداف الاتحاد في الاهلي ب8 اهداف وسعد راشد ب5 اهداف. دي مباراه الاسبوع العاشر او اشهر لقاءات الاسبوع العاشر يوم الاثنين. يوم الاثنين ايضا هيلعب المقاولين العرب مع بس الاسماعيلي. بس قبل ما تروح بقى احنا اتكلمنا على الاسبوع العاشر بس الاسبوع ده ما خلصش لسه، التاسع الاتحاد السكندري هيلعب بكره مع اف سي مصر. هو في اصل يعني اللي يقرا الجدول يتصور ان في 4 نقاط بين الاهلي والاسماعيلي والاتحاد. الاهلي الاتحاد لو كسب بكره هيبقى 20، هيبقى الفارق نقطه. هيلتقي صحيح هيبقى لعب ماتشين اكتر من الاهلي بالظبط، لكن الفارق في الملعب هيبقى نقطه. فهنا زائد ان هو صاحب، لما تقرا الجدول فيه دلالات يا استاذ ابراهيم هو صاحب اقوى دفاع بعد الاهلي. الاهلي عليه جون، الاتحاد السكندري عليه 4. والاتحاد السكندري معنى كده الاتحاد السكندري يجيد الدفاع. فكيف يفوز؟ بيفوز لانه عنده أسرع هجمات مرتدة بفاعلية عالية جدا. لما تتفرج على ماتشه اللي فات وكفاءة الهجمة، ودي بتاخدنا إيه؟ يعني أحمد رفعت لعب واحدة من أمتع مبارياته اللي شفتها له. وسيسيه حط الجون الثالث مال بجسمه وحط بوش رجله بعبقرية. الهجمة دي لما تشوفها بعد لحظات من احراز هدف التعادل في مرمى الاتحاد، لا بتقول لك الاتحاد عنده شخصيه في الملعب. بس انا عندي بقى ملاحظه. لما تشوف ابناؤنا في الخارج خارج النادي الاهلي هذا الاسبوع هم ملوك الدوري. يعني كابتن احمد رفعت رمانه الميزان في مباراته مع الاتحاد، وده احد ناشئي الاهلي. راح بعد كده ام بي وراح الزمالك وراح، انما نعتبره صنيعة الاهلي، بذرته في الاهلي. كان في الجيل بتاع كهربا يعني هو كهربا مش مع بعض. عندك طبعا ريان، عندك اللي تألقوا واحمد حمدي، عندك اكرم، مجموعة الاهلي اللي في الجونة كلهم كانوا 10 على 10. شفت عملوا ايه؟ عندك ناصر ماهر في سموحه، شوف عمل ايه؟ لما تقعد تتخيل مين اللعيبه الاهلي اللي في الانديه الثانيه. انا ليه بعدهم؟ عشان في كان حد بيقول قطاع الناشئين لازم يشتغل شويه في النادي الاهلي. عايزين احسن من كده، لكن لا، ده قطاع الناشئين يسري الكره المصريه. صحيح. من 32 سنه حدث ولم يحدث. حدث كبير كان من 32 شريف. سنه محمد شريف. محمد شريف دلوقتي بينافس على هداف الدوري، هو ثاني واحد. من 32 سنه حدث ولم يحدث. حدث كبير حصل من 32 سنه، وزي النهارده زي امبارح بالظبط 18 ديسمبر 87 كان حدث فارق ومهم في تاريخ كره القدم الاهلاويه والمصريه عامه. ان ودع واحد من ابرز موهوبيها التاريخيين الملاعب في مثل هذا اليوم، كابتن محمود الخطيب، في آخر مشاركة له في مباراة كانت في 18 ديسمبر 87، شارك فيها كابتن محمود الخطيب أمام الهلال السوداني في بطولة أفريقيا. ومن المفارقات الغريبة والعجيبة قدريا، آخر ظهور لمحمود الخطيب كلاعب يحيي جمهور النادي الأهلي ويشكره في التراك في مباراة الأهلي والهلال السوداني، ثم آخر مباراة للأهلي وهو رئيس للنادي الأهلي مع الهلال السوداني ينزل عشان يحل مشكلة الجماهير الأهلي ويرد التحية لجماهير الأهلي، وفي الحالتين القاسم المشترك الهلال السوداني اللي بالمناسبة تعاقد مع جهاز فني أهلاوي كابتن حمادة صيدي والكابتن أحمد عبد الفتاح. حمادة صيدي بيقود الهلال السوداني بكرة في مباراة مع الخرطوم في الدوري السوداني، وبيسعى حمادة صيدي إلى تصحيح أوضاع الموج الأزرق السوداني اللي ليه كل التحية وكل تمنياتنا بالتوفيق. دي المشاركة الأخيرة لمحمود الخطيب في الملاعب في مباراة الأهلي والهلال السوداني. يا رب يا رب يجيبوا لنا لقطة قريبة نشوف وش الكابتن الخطيب، لأن ليه علاقة بحاجة عايز أحكيها.
في المباراه دي. هو جاب جون كمان جميل في المباراه دي اهو. وقت ما الجماهير كان بتملى المدرجات حاجه جميله. كان الكابتن الخطيب راجع من اصابه كسر في وشه. كان جاله في اعتزال الكابتن مصطفى عبده. قعد مده طويله وشه كان تقريبا لسه ما خدش الشكل الطبيعي، في تورم وفي، فهو خرج وبتلقائيه راح قالع الفانيلا وجاري حوالين الملعب بيلف بيها كده يودع الجماهير. فوصلت الرساله. ابتدت ناس كتيره يا نهار ابيض الكابتن خطيب هيبطل. فالكابتن خطيب عمل مؤتمر مصغر في النادي يستشير الناس اللي يعني عايز يعرف رايها. مجموعه من الاعلاميين، انا وميا كنت يعني هي كانت في اوضه المجلس اهو، شايف اهي هي عينه الشمال اهي. كان قبلها طبعا واخد 87. كان ابتدى بقى يظهر جيل جديد محمد عباس 83 تقصد 83 افضل لاعب في افريقيا. لكن هو 73 فانا عشان كده 87 اعتزل. 87 احسن لاعب 83 يا سيدي كويس. أنا قلت 83 واعتزل 77. أنت قلت 73 فأنا عشان كده بصححها. يبقى جملتين مع بعض. فأنت هو استشعر في أجيال طالعة وهو يعني ملك اختيار اللحظة. كابتن خطيب بقول لك طلع بتلقائية جاب جون مبدع، يا رب ما تشوفوا لنا كده الجون اللي جابه في الماتش ده. وطلع لف بالفانيلا يعني اظن هو الكره ردت وهو خدها فيرست تايم. لا في ماتش الهلال الختامي له ما سجلش، هو كان له الهدف التاريخي الاسطوري في الهلال قبلها. انما انا خلطت في الماتشين. ماشي. طيب فهو يعني حتى كابتن الاستاذ محمود معروف قال له لا ما تبطلش، ده انا ابني بيسالني كابتن خطيب صاحب وعيط وبتاع، يعني حكى قصه كده معناها لا استنى لسه. فيعني من ضمن الكلام سالني، كنت انا واقف ساند ضارع على المكتبه كده واخد خطوتين لورا يعني، رايك ايه انت كابتن عادل؟ قلت له والله بص يا كابتن محمود ربنا بيرزق كل واحد لحظات دراميه لا تتعلم عند الناس. صحيح. اللحظه دي لقطات، لحظه دراميه الناس مش هتنساك بيها. طالع وفرقتك كسبانه وحتى ملامح وشك بتلعب وانت مصاب، يعني هو كان واخد قراره وانه عايز يبطل. ليه بقول لك ملك اختيار اللحظه؟ انا اتفرجت له مره على ماتش سداسي في اعتزال الكابتن محمد رمضان، عمل اعتزاله في ماتش خماسي في الصاله المغطاه عندنا في النادي الاهلي. فالكابتن طاهر ابو زيد نازل بفرقه، كابتن الخطيب نازل بفرقه، الكوره اتسنطرت، والله زي ما بقول لك كده الكوره اتسنطرت، فاللي معاه الكوره راح مرجعها للكابتن الخطيب لسه في منتصف الملعب. هو شاف ان الجون بره الجون راح لففها له، راح جاي جول، راح مشلم على الناس وخارج من الملعب. يعني والصاله ما لعبش 30 ثانيه جاب جون عجيب وراح مشاور لهم وخارج. ملك اختيار اللحظه يعني الحقيقه ربنا يديله الصحه. كابتن خطيب بيواصل برنامجه التاهيلي في فرنسا ان شاء الله، ربنا يديله الشفاء. وفي اخبار طيبه باذن الله، ويرجع باذن الله تعالى الفترة اللي جاية يكون في أحسن حالة بإذن الله. طيب نشوف كلمة الكابتن خطيب وهو بيوجه شكره للجماهير في اللحظة التاريخية دي. أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكره كتير قوي لأن فعلا ده كتير قوي قوي عليا. الحمد لله بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي أنا اتربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر، شكر أوي أوي أوي،
علمه 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 المستعجلين حوالين الملعب لتحيه الجمهور الكبير اللي بيهتف كله في نفس واحد بيبو بيبو بيبو. والاعلام والبالونات اطلقت الى السماء حامله صوره الكابتن محمود الخطيب لاعب مصر الاول. في اكتر من حاجه الاعداد بتوجيهاتك الجميله هو الحقيقه أنا. يعني لما نشوف مين يتكلم على اعتزال محمود الخطيب هذه القمه الاسطوريه في تاريخ الكره الاهلاويه ما اعتقدش يبقى فيه ارفع قيمه في وقتها من رئيس النادي الاهلي انذاك كابتن صالح سليم عليه رحمه الله. نشوف المايسترو رأيه في اعتزال الخطيب. أنا في اعتقادي أن الخطيب يعني نقى وقت كويس لإعلان اعتزاله وهي بعد حصوله على البطولة. وطبعا من يوم ما اعتزل الكلام كتر قوي حول ما هو أو من هو الخطيب وهل كان الخطيب ممكن يبقى زي أو يقارن بأحد اللاعبين الكبار عالميا. يعني أنا في رأيي الحقيقة أن الخطيب عنده إمكانيات اتولد موهوب وعنده إمكانيات حقيقة لاعب متكامل من جميع الجهات. النهاردة لو شفنا مثلا بيليه كان بيعمل إيه في المباريات اللي هو اشترك فيها نقدر نبص برضو بالمقارنة مع المباريات اللي اشترك فيها الخطيب نقدر نعرف وجه التشابه والحلاوة اللي بتظهر عند تسجيل الأهداف. خلي بالك كابتن صالح عشان يشيد بحد عشان ناس كتير كانت بتتكلم في المنطقه دي في منطقه راي الكابتن صالح في كابتن محمود الخطيب اهو رايه اهو سمعتوه وكان يرى الكابتن صالح ان امكانيات الخطيب تضعف في مصاف لما موجود في مناخ اللي اتولد فيه بيليه او مارادونا او كان ممكن ينافس جدا 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 وكان بقى حاجه تانية خالص في مناخ احترافي ما كانش متوافر خالص في مصر وقتها. قدرات وموهبه ربنا ادهاله مع عدد قليل من اللاعبين المصريين بس يمكن الخطيب عبر عنها كويس قوي والفتره طويله ف انما دي الحقيقه يعني في واقعة كمان. شوف احنا بنقول لكم ايه هذا 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 ما حدث من 32 سنه اعتزال لاعب كبير في كره القدم لكن حدث ولم يحدث. ليه لم يحدث؟ هو حدث اعتزال حدث تغيير الفانيلا حدث ترك الملعب لكن هتبقى دايما وابدا عبقريه نموذج محمود الخطيب في انه ازاي بعد 30 سنه او يزيد من تركه للملاعب اللي هو ابدع فيها نجوميته صنعها في المستطيل الاخضر امتاعه للجماهير كان من خلال المستطيل الاخضر لكن ده جول قصدي ده جول الهلال بعد كده ده ماتش كوتوكو ماتش كوتوكو لا في جون تاني زيه في الهلال في جون تاني زيه في الهلال ازاي بعد كل هذا العزف في الملاعب تبقى نجوميه لاعب متوهجه بعد 30 سنه؟ دي مسائل نادره جدا نادره في انك انت تلاقي حد لا ده اللي في كوتوكو ده يحافظ على نجوميته وعلى وهج نجوميته وعلى تاثيره المجتمعي وعلى علاقته بالناس بعد ترك الملاعب لفترات طويلة جدا زادت عن 3 عقود. النموذج الإنساني هو اللي بيعيش. أيوه. وده الهدف من كل هذه الفقرة. لا الكلام على محمود الخطيب هيوسع شعبيته ولا الكلام على جمال أهدافه هيود من عشاقه. لكن الكلام على النموذج الإنساني في حياة هذا اللاعب
هذه القيمة. هذا الإداري هو ده اللي المفروض الناس تاخد بالها منه، يعيش فقط النموذج الإنساني الحي النابض بالسلوكيات، المحافظ على أخلاقه وعلى سمعته وعلى تقاليده وعلى علاقته وعلى ارتباطاته بالناس، على احترامه وعلى تواضعه، حاجات كتيرة جدا. المكون الحقيقي لهذا النموذج الإنساني اللي المفترض يكون قدوة لكل الأجيال. كابتن محمود الخطيب في هذا الفيديو في قناة الحياة بيحكي عن واقعة إنسانية له مع بعض اللاعبين، مع الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله. شفنا ان احنا في هذه اللحظة لازم نشوفها معكم. تعالوا احكي لكم موقف كان بطولة الشيخ الشعراوي وكابتن محمود الخطيب. بيقول الخطيب: كنت انا وبعض اللعيبة معزومين عند الشيخ الشعراوي، كان في اكل كتير الحمد لله كان موجود، ربنا يديمها نعمة على الجميع. حاطين الاكل وابتدينا ناكل، هو ما بياكلش، هو طبق صغير كده في حته جبنه بيضة، بياخد حته جبنه ولقمة عيش ناشف، بس انا عيني عليه الحقيقه وبحاول ان انا ابص عليه. كل زمايلي وكل اصحابنا وبعض اللعيبه اللي كانوا معانا كلهم قاموا وانا مستني ان هو يخلص، فهو بص لي قال: انت خلصت يا ابني؟ قلت له: انا مستني حضرتك. قال لي: ده انا خلصت، انا مستني، وانا كمان مستنيك. راح قايم عمل تصرف يعني الحقيقه عجيب جدا، اول مره اشوفه انا. بس بينم الراجل دوت الانسان ده شكله عامل ازاي. قام قفل الباب وبعدين جاب فتح البوفيه اللي عنده وطلع طبق كبير او اطباق كبيره ولف بنفسه على كل الاطباق الثانيه الموجوده، اللي سايب حته لحمه بياخدها ينظف حته اللحمه ويحطها في الطبق لغايه ما عمل طبق لحمه كبير جدا. وبعدين طبق ثاني برضه شويه الرز اللي لسه نضاف، يعني كل الانواع اللي كانت موجوده حطها في اطباق اخرى وفرشها في وسط الترابيزه وشال بنفسه، وكنت بحاول اساعده مرضاش، وشال بنفسه الاطباق كلها حطها على جنب وحط اطباق جديده وراح فتح الباب وراح باع كل الشباب زمايلنا واخواتنا يعني اللي سواقين والغفرة دخلوا قعدوا كلهم ياكلوا. الحقيقه انا يعني الموضوع دوت ساب في ذهني حاجات كتير، يعني قلت لزمايلنا واصحابنا: يا جماعه يلا الشيخ تعب، احنا ما عنده من الساعه 12 بقى الساعه 5 يعني فنستأذن يعني. قمنا كلنا وقفنا صف واحد وهو كان قاعد على كرسي، فقام وقف ابتدى يسلم علينا كلنا واحد واحد. ده الموقف الثاني يعني. بيسلم على الناس كلها فانا كنت اخر واحد. قبليا يعني زميل لي قبل ما يسلم عليه قعد. فلما قعد طبعا اكيد تعب الراجل. لما قعد فزميلنا بيوطي عليه عشان يسلم عليه. لما بيسلم عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي بس ايده وقال له: يا ابني دي تحيه ان انا مش قادر اقوم اقف. الراجل الزميلي ابتدى يبص لي ويبص له ومش عارف يعمل ايه، يعني مش هنصرف ازاي وانا اللي داخل بعد كده والراجل قاعد. فالحقيقه انا ما سلمتش، انا مسكت دماغه وبستها وشكرناه ومشينا. بيقول الخطيب: اما انا اتعلمت حته درس اليوم ده بصراحه يا كابتن، مش انت لوحدك اللي اتعلمت، احنا كمان اتعلمنا ان الكبير كبير بتصرفاته وافعاله. هو احنا مصعبين الدنيا ليه؟ هو احنا عايزين منها ايه يعني؟ هو في اسهل من كده حياه؟ في ابسط من كده واعمق من كده دروس؟ فلما الكابتن الخطيب يعني تستوقف هذه المواقف يا استاذ ابراهيم، ما تندهش بقى من رد فعله ازاء الاساءات اللي بيتعرض لها وترفعه عن التعامل معاها، لان ده مش ادعاء، ده هو الزم نفسه بان دول قدوته، هذه المواقف قدوته وقدوتنا اللي عايز يتعلم ويعيش حياه بسيطه جميله مشعه مؤثره في الاخرين تاثير طيب، يعيش النموذج ده، مش النماذج اللي تخوض في الأعراض ومحولة الحياة إلى جحيم. لا، هي دي اللي محتاجينها، إن احنا نبص ونتعلم ونتأسى ونحاول نقلد. رحم الله الشيخ الشعراوي وأمد الله في عمر الكابتن الخطيب. شوف، هو ده النموذج الإنساني، ده الحس الإنساني،
ده العطف على الفقراء والبسطاء والغلابة. شوفوا الشيخ الشعراوي زي ما بيحكي الكابتن الخطيب عطفه على البسطاء والفقراء عامل ازاي، بيجهز لهم الاكل بنفسه. شوفوا ما هي هو ده رضا ربنا، وده السلوك الانساني، وده الحس الانساني الحميد. عشان كده لا القيمه بتتولد من فراغ، ولا السلوك الطيب بينبت الا من ارض صالحه. بعيدا عن كل الدوشه والكلام الفارغ، يبقى الانسان انسان. بعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم وثرثرة على شاطئ السوشيال. اهلا بحضراتكم من جديد. ثرثرة على شاطئ السوشيال. لو عايزين نقعد في حكاية الثرثرة اللي على السوشيال متهيألي نحتاج فترات طويلة جدا، لأنه الحقيقة ما يحدث على مرافق السوشيال ميديا يحتاج لأوقات كتيرة لمناقشته حتى. لكن أزمة حاول البعض يثيرها على السوشيال ميديا بين اتنين من نجوم الأهلي وكباتن الأهلي الكبار، والطرف الثالث زملكاوي، فكانت المسألة مثيرة بجد انه احمد بلال يتكلم على مصطفى محمد مهاجم الزمالك الصاعد، فالبعض يقول لك عماد متعب تضامن مع لاعب الزمالك ضد احمد بلال كابتنه وكابتن النادي الاهلي وزميله ورفيق درب معاه فترات طويله جدا. وفضلت المساله على سطح السوشيال ميديا، الناس تحاول تسخن فيها كتير، الى ان شاف عماد متعب انه يوقد هذه الفتنه ويأكد موقفه من أحمد بلال بعيدا عن كل الثرثرة اللي حصلت. نشوف متعب ونشوف رد بلال. مراحل كده في حياتي ما زعلتش فيها زي ما زعلت بقالي 48 ساعة. أنا ناس بتنتقدني على حاجات أنا نيتي صافية فيها تماما تماما. أنا كنت موجود هنا في الاستوديو مع كابتن أيمن يونس وكابتن سيف وكابتن حازم، والمراسل كان بيسأل مصطفى محمد على حاجة إن هو في ناس بتنتقده، وأنا وجهت له نصيحة اللي أنا كنت بتمنى وأنا بلعب أسمعها من المحللين في الاستوديو. وجهت له، الناس ربطوا القصة دي بإن أنا برد على كابتن أحمد بلال. أنا والله العظيم كمان مرة أنا ما أعرف بلال اتكلم ولا ما اتكلمش ولا قال إيه. ولما روحت البيت لقيت حاجات غريبة بتحصل وحطني في حتة صعبة جدا. بعد كده فهمت ان القصة ليها علاقة ببلال. اتفرجت على الفيديو اللي قاله بلال. على فكرة بلال الكلام اللي اتكلم فيه كان بيتكلم ان مصطفى عليه ضغط علشان كده مش هيسجل. ما نحطش ضغط على اللعيب عشان ما يسجلش. دي اول حاجة هو قالها بلال. تاني حاجة، انا بلال كابتني راجل نجم منتخب مصر نجم النادي الاهلي، مستحيل اقدر اتجاوز مع بلال او مع غيره من بعيد ولا من قريب. انا بحترم كل الناس وبحترم نفسي قبل اي شيء. صحيح. دي تاني حاجه. تالت حاجه، الناس اللي بتتكلم ان انا عايز اكسب تعاطف الجمهور واكسب حب الجمهور، لو انا عايز اداي جمهور النادي الاهلي اللحظه كنت فكرت ان انا ممكن العب كوره بعد، يعني بعد ما امشي من النادي الاهلي. انا خفت وحبيت ان انا احافظ على علاقتي بجمهور النادي الاهلي. ما فيش علامه تيجي عليها. تاني حاجه، الناس اللي بتتكلم ان انا هنا عشان الواحد بيشتغل عشان ياخد فلوس، خالص انا الحمد لله بشتغل. وانا بفكر في قصه الفلوس كنت كملت كوره، وفلوس الكوره اكتر مليون مره من فلوس الاعلام. فانا نيتي صافيه، وانا هتكلم هنا على كل اللعيبه اللي في الدوري المصري، ماليش دخل بالوانهم. انا بتكلم نصيحه لوجه الله للعيب ناشئ صغير، ان احنا ربنا يكرمه سواء بيلعب في الزمالك بيلعب في الاهلي بيلعب في الاسماعيلي بيلعب في المصري، انا اللي انا نفسي كان يتعمل معايا وانا بلعب كوره هحاول اعمله دلوقتي وانا موجود في الاستوديو. بس ما مفهوم يا كابتن عماد، ومن غير ما تحلف انت قيمتك كده ودورك كده انك تنصح وتقول تجاربك وتعلم الناس، ومش ممكن تكون تقصد يعني انك انت تتعرض لزميلك، لان نفسه هو دافع عن الكابتن بلال قبل ما الكابتن بلال يفسر. قال له كان يتحدث ماذا تفعل الضغوط على لاعب صاعد، كلنا عايزين نحطه في مسؤوليه، الامل المنتظر الامل المنتظر دي مسؤوليه. وده اللي انا بقوله تملي، انك انت لما تحط توقعات عاليه ها بتظلم اللعيب. اديله فرصه ينضج بهدوء وهو هيبقى في المكانه باذن الله اللي استحقها واللي تفيد مصر وتفيد ناديه.
نفس الشيء تعقيب بلال. تعقيب بلال كابتن عماد متعب عجبني قوي ان هو قال لك كابتن احمد بلال ده كابتني وما اقدرش اتكلم عنه. بص عماد من واحنا كان في اتصالات بيني وبين عماد بالظبط اللعيبه المحترمه يعني وانت وانت بلغتني الحقيقه. عماد يمكن كلمني كان تليفوني مقفول وبعدين كلمني تاني على فكره وبلغني انا كلمت مهيب ووضحت له وجهه نظري لما كان تليفونك مقفول وقلت له ان انا ما اعرفش انك انت تكلمني. دي حاجه محترمه قوي بصراحه قوي 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 بصراحه. فاللي عمله عماد متعب ده نموذج بيدل ان احنا قريبين جدا من بعض. لعيبه كره القدم تربينا في النادي الاهلي عارفين يعني ايه نحترم بعض، عارفين يعني ايه نقدر بعض، عارفين يعني ايه في كبير وفي صغير. الاحترام اهم من اي حاجه ثانيه، اهم من اي بطوله زائفه ثاني خالص. كلمتين، الاحترام اهم من اي بطوله، وده اتربينا عليه في النادي الاهلي واحنا مصدقين. واتنين كبار، وهو اصل كابتن بلال ما فيش منطق بيقول انه راح يهاجم لعيب هو مش بيلعب دلوقتي عشان يغير من حد يعني أو يتضايق من حد. بس في نقطة ما دام احنا بنتكلم على شاطئ السوشيال ميديا، في نقطة لازم الناس تاخد بالها منها يا جماعة. كابتن عماد متعب أو كابتن أحمد بلال أو كابتن حازم إمام أو كل الكباتن والنجوم الكبار اللي موجودين في استوديوهات التحليل هم موجودين برؤيتهم وبعينهم مش بفانيلتهم أبداً. فأرجو لما عماد متعب يقول رأي يكون لصالح النادي الأهلي، ما تفتكروش إن هو بيجامل. ولما يقول راي ينتقد فيه النادي الاهلي ما يبقاش ان هو بيحارب، ولا العكس بالنسبه للانديه الثانيه ولا للاعيبه الثانيه. هو بيقدم رؤيه فنيه وفقا لوجهه نظره هو، رؤيته هو ايه. فارجوكوا خرجوا المحللين من الوان الفانيلات. هو مش ممثل للاهلي في الاستوديو ولا ممثل الثاني للزمالك في الاستوديو، هو بيمثل وجهه نظره الفنيه. لكن اذا اسيء للاهلي وجب عليه ان هو يرد، لانه بيرد غيبه بيته وناديه اذا اسيء. لكن الاراء الفنيه تبقى اراء فنيه من وجهه نظره. ارجو ان الناس بالذات في السوشيال ميديا تتفاهم الجزئيه ديت، دول مش محاميين عن انديتهم خالص. ده كلام مهم جدا، الا اذا كان في ترصد. لا لا، في اساءه. لا ترصد يعني انت ممكن، ما هو الترصد اساءه، ما هو ممكن ما تبقاش بتسيء لكن ما بتديش النادي حقه لمجرد انك مش متفق مع المرحله دي. هيحسب عليه يعني، فاهم ازاي؟ الناس عندها بقى الحس ده. هو ده بيبقى خصما من رصيد المحلل بقى. بالظبط كده. لكن انك انت تيجي تقول فلان وفق وفلان ما وفقش، ولا رؤيه فنيه، ولا لا يتحاسب ويتعاقب ما ينفعش ويلام، لا خالص. وما دمنا بنتكلم في قواعد الممارسه بين العاطفه والمهنيه خيط رفيع، دي مسألة كمان شديدة الأهمية. لأنه الفترة اللي فاتت العاطفة إنه في مدرب بيلعب ضد ناديه السابق. المهنية تقتضي الأمانة والإخلاص في العمل بتاعه والسعي إن هو يحققه في أفضل حالة. بين الاتنين خيط رفيع قوي اسمه تويت كده. فجأة يتهم مدرب انه بيفوت، وفجأة مدرب يلام من قبل جماهير ناديه وربما مسؤولي ناديه السابق ان فرقته كسبته، انه فرقته كسبته وانه لعب كويس، ويبدا يتهاجم ويبدا يساء اليه لانه اخلص. شفت عقوبه الامانه، بيعاقبوا الامناء. بس كمان يطلع هذا الامين يعتذر لجمهوره الاصلي انه كسب، انه كسب فرقته. دي كلها حاجه خلطبيطه. هم كمان مش بس كسب يا استاذ ابراهيم، هو يعني لما بيجي مثلا زي كابتن طارق يحيى، ها هو عايز يقول لهم يعني انا متاسف. فاللي جه على باله ساعتها يا جماعه انا محتاج للنقط دي. لا، هو كان هيلعب بجديه سواء محتاج للنقط او مش محتاجها. شوف انا كتبت في ده بوضوح، لان المدرب عايز كرامته. بالظبط، هو يعني مش مسؤول قدام القيادات. انت حطيت طارق يحيى تحت ضغط من قبل المباراه انه متهم انه هيفوت، فالراجل بقى تحت ضغط عنيف جدا. طب لعب واجاد، اول ما ابعد بعض اللعيبه عن القايمه اتقال لك لا ده ابعد 7-8 لعيبه، يبقى بالتالي ناوي يسهل المساله. طب ما هي دي وجهه نظر فنيه، لانه طب ما العناصر اللي اختارها كسبت. وبعدين خدوا بالكم في الاول وفي الاخر بجد الكابتن طارق يحيى المدربين مش في ايدهم ريموت كنترول. يعني بيمرن فين؟ طلع الجيش.
هو حد يستجري يعبث مع قيادات جايبه واحد عشان يؤدي امانه وبعدين يتقال له انت بتفوت وبتريح الناس؟ لا يمكن. عشان ليه والناس اللي عنده هتسمح له بهذا؟ ولا اصلا مسؤول المقاولين يا سيدي لا ولا مسؤول المقاولين اصلا لما كابتن عماد النحاس فاز على الاهلي الدور الاول السنه اللي فاتت بالعكس اتقال من بعض جماهير الزمالك مع عماد النحاس اعتذر للاهلي لما كسب. لو كان عماد النحاس اعتذر للاهلي انه فاز عليه يبقى غلطان. طب ما نشوف عماد النحاس اعتذر ولا لا وقتها. نشوف عماد النحاس الاول. لانه دي كانت مباراه مهمه جدا في الدور الاول الموسم الماضي. دي اللي اوحت ان الاهلي راح منه الدوري خلاص. بالظبط. انا بقول الحمد لله طبعا. انت بتفوز على بطل الدوري افضل نادي في افريقيا بالنسبه لنا كعماد افضل نادي في العالم كمان. لكن في ظروف صعبه يعني. كنا مذاكرين الماتش كويس وعارفين زي ما قلت لك الحاله اللي فيها النادي الاهلي حرزنا الهدف في توقيت مهم بالنسبه لنا دقيقه 81 وده اللي احنا السيناريو اللي كنا حاطينه يعني ان انت تاخر الماتش على قد ما تقدر ما تحاولش تدخل النادي الاهلي معاك في الجيم. انا نادي شايفه احسن نادي في العالم بس عايز اغلبه لان دي مسؤوليتي دلوقتي. ايوه وانا بتقطع يعني بغلبه وانا بتقطع ها لكن انا متجد ديه وكان هدفنا الجون يا رب يجي متاخر عشان ما ندخلش الاهلي بدري في المباراه. وتقريبا ربما تكون دي كانت نفس المعاني اللي قالها الكابتن حلمي طولان ابن الزمالك وهو بيقود انبي السنه دي للفوز على الزمالك. نادي الزمالك فريق كبير جدا وفريق عظيم جدا هزيمه ما تاثرش فيه ولا حاجه الحمد لله الحمد لله. انا بشكر لعيبتي جدا واحد واحد انهم ادوا بروح وادوا برجوله وادوا بالتزام بشكرهم جدا جدا جدا. احب العب جدا الماتشات الكبيره قدام الزمالك قدام الاهلي قدام الفرق الكبيره دي. الفرق ديت والمباريات دي بتظهر قدرات لعيبتك وبتظهر شغلك في الملعب وبتظهر قدراتك كمدرب كمان يعني. نفس الموقف النبل في تحمل المسؤولية والاعتصار من الألم لما يكون ده فريقك. شوف ومش مطلوب منه حتى يبدأ اعتصار يعني هو أنا احترمت أو قدرت جدا الكابتن عماد النحاس والكابتن حلمي طولان في حاجتين. بدأ كلامه عماد قال لك أنا كسبت فريق كبير جدا الأهلي بالنسبة لي أقوى الفرق وأفضل الفرق وحاجة كبيرة قوي. والكابتن حلمي طولان أنا كسبت الزمالك أفضل فريق اللي هو يعني الثناء والإشادة والإطراء بالفريق الكبير اللي هو ناديه الأصلي ده شيء يحترم جدا شيء يحترم. لكن اللي احنا اختلفنا فيه مع الكابتن طارق يحيى اللي أنا ما زلت رافض لأي اتهام له إن هو يسهل أو يفوت أو لأن دي اتهامات خطيرة جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي لا يجب أن تصدر بحق أي مدرب بالذات من قبل جمهور لا يملك أي دليل إلا ظنون وتفسيرات فنية هي عند المدرب قبل أي حد بدليل أنه اختار تشكيل واختار عناصر كسبت. فمن الظلم ومن التحامل أخلاقيا أن أنا أنعت مدرب بكده. لكن كمان الكابتن طارق يحيى يا باشمهندس هل مقبول منه أنه يعتذر؟ نشوف. أنا بعتذر لجمهور الزمالك كل زملكاوي شايفنا دلوقتي أنا بعتذر له. لكن أنا يعني في موقف صعب بقول هارد لك نادي الزمالك. انا يعني هفضل ابن نادي الزمالك مهما كان اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه عوضوا النقط اللي راحت وان شاء الله باذن الله احنا في ظهرهم وبنشجعهم انا زملكاوي قبل اي شيء وان شاء الله نادي الزمالك احنا في ظهره وفي ظهر لعيبته ان شاء الله لغايه لما يرجعوا تاني ان شاء الله وباذن الله. وهارد لك نادي الزمالك وبعتذر تاني لجمهور الزمالك واي حد زملكاوي زعلان ما زعلش ده شغلي انا اسف بعتذر لجمهور الزمالك تاني ما تزعلوش مني. وانا الحقيقه مشفق عليه لانه ليه حاطينه تحت هذا الضغط؟ الراجل ادى ما عليه. هل في مناقشه في زملكاويه الكابتن طارق والكابتن حلمي؟ هو دي حاجه في مناقشه في اهلاويه كابتن عماد عماد وكابتن مختار
لا طبعا هو ده كلام عايز حد يناقشه، لكن احنا بنحط الناس تحت ضغوط، والحقيقه احنا احيانا بنطلب حاجات مش منطقيه. يعني والله لما عملوا كده وكل واحد فيه مجتهد وحاول يخلص فرقته يبقى ما اتعلم حاجه جوه النادي، مش كده؟ احنا على الاقل انا اتكلم على اللي يخصني في النادي الاهلي، والله اذا لم يبذل كل طاقته عشان يخدم فرقته يحترم مسؤوليته ويتحمل امانته، والله العظيم ما ينفع يخش النادي الاهلي. بالعكس انا عايزه عشان اقدر اتامنه على النادي الاهلي لازم بالزبط. يكون هو مؤتمن على اي امانه بيتحمل بالزبط. لان هو ده اللي احنا بنسعى اليه في 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 كره القدم، هي دي التربيه الرياضيه. وعلى فكره انت كتبت مقاله النهارده يبدو التفويت والمش عارف دموع ايه التفويت. دموع التفويت الناس قد تكون فكراها هجوم على كابتن طارق، وهي دفاع عن الكابتن طارق. ده هي اول كلمه فيها مسكين طارق يحيى، لا دفاع عنه. اول كلمه حتى اول جمله انا بادئ بيها مسكين الكابتن طارق يحيى، انه وجد نفسه تحت ضغوط رهيبه جدا من قبل المباراه باتهام معلب، لكنه واحنا بنقول له غير مقبول ابدا اتهامك باي حاجه غير اخلاقيه، لانه ده كمان جرم انساني محدش يتحمله. لا كمان مش معاه في انه يعتذر انه كسب. انت ممكن تشيد بنادي الزمالك، تشيد بفرقتك، تثني عليها ما شئت، لكن تعتذر عن ان انت كسبت؟ اصل الاعتذار لا يكون الا عن خطا وانت لم تخطئ. بالعكس انت المفترض انت ولاعيبتك ساعدته لتقديم افضل شيء لفرقتك. خاصه كمان يا استاذ ابراهيم ان حق الفوز مش بتاعك لوحدك، ده حق المكان. انا قلت لك في الاول وفي الاخر اوعى تكونوا فاهمين ان المدربين ماسكين ريموت كنترول، يعني اكسب ده واخسر من ده، محدش كان غلب ابدا. اللعيب في الملعب بينفذ اللي هو عايزه. وبعدين تعالى بالعقل كده، هو الاهلي والزمالك ما بيلعبوا اي فرقه، الرهان او الاحتمالات ايه؟ ان الاهلي والزمالك هيكسبوا. مش كده؟ ايوه. يبقى النهارده انا بقول له انت هتفوت نادي الزمالك اللي فرصه اكتر مثلا؟ لا، ما كل مدرب بيجتهد. انت هتفوت للاهلي اللي فرصه اكتر؟ بالعكس، إنما كل مدرب بيجتهد وفي الاخر اللعيب اللي بيوفق او لا يوفق. عايزين الدنيا تمشي صح، نتمنى ان احنا نقدر نصحح كتير من هذه المفاهيم الغلط. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.